بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. زي ما متعودين مع حضراتكم دايما بنبدأ نتكلم مع حضراتكم في كذا موضوع بيهتم بيهم جمهور النادي الأهلي خلال هذه الفترة. قبل بعد كده هنتكلم عن منتخبنا الوطني، ولكن خلوني أبدأ مع حضراتكم بقرارات اتخذتها اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم. قرارات منها قرارات جيدة جدا وهنتكلم فيها، وقرارات الحقيقة مواعيد المباريات خلال الفترة اللي جاية هتبقى عاملة ازاي؟ مباريات الكاس، ولو تفتكروا حضراتكم أنا اتكلمت مع حضراتكم من أسبوعين تقريبا وقلت يا جماعة إن كاس مصر هيستكمل. ليه؟ لأن كاس مصر الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم لازم تكمل الكاس، لأن الكاس اتلعب. الكاس اللي احنا فيه ده اتلعب، هو دلوقتي تفكير في الكاس القادم، الموسم اللي جاي اللي لسه ما ابتداش، هل هيتلعب ولا مش هيتلعب؟ ده هيبقى بالاتفاق ما بين اللجنه الثلاثيه والاتحاد وبقيه الانديه اللي هتبقى موجوده في الدوري العام المصري خلال الفتره القادمه، اللي ان شاء الله الدوري العام المصري هيبدا يوم 25 اكتوبر بناء على الكلام اللي اتقال. ولكن خلونا نبدا الاول بمباريات الكاس والمواعيد اللي اتقالت بالنسبه لمباريات الكاس، وهي مواعيد انا ما اعرفش هل الناس مش واخده بالها ولا اللجنه اللي بتضع او اللجنه الثلاثيه اللي تدير الاتحاد المصري لكره القدم، هل هي مش عارفه ان مثلا يوم 15 و16 و17 من اكتوبر الجاري هتبقى في مباريات دوري ابطال افريقيا خارج القاهره مباراه، ثم العوده ايام 22 و23 و24 من نفس الشهر. وبالتالي الاتحاد المصري زي ما حضراتكم عارفين حدد مباراة الكأس النهائية تبقى يوم 19 أكتوبر اللي هو هتبقى قبل بداية الدوري. وزي ما حضراتكم عارفين برضو، معرفش الحقيقة هل الاتحاد المصري أو لجنة الثلاثية دي اللي موجودة بتدير الاتحاد المصري مش عارفة المواعيد، مش عارفة مواعيد البطولات الأفريقية، مش عارفة مواعيد مباريات السوبر. تخيلوا حضراتكم أن حتى هذه اللحظة الاتحاد الافريقي لم يؤجل مباراة السوبر. انتشر كلام كتير وانتشر شائعات كثيرة جدا او هي اقرب الى التنفيذ، ولكن حتى هذه اللحظة مفيش حاجة رسمي تقول ان مباراة السوبر الافريقي تم تأجيلها من شهر سبتمبر لشهر ديسمبر القادم. فانت هنا بتحط ماتشات في، يعني انت قايل بداية الدوري هتبقى يوم 25، طيب مباريات الاهلي والفرق اللي بتلعب في افريقيا هتتلعب يا اما 22 او 23 او 24. طيب لو اختار النادي الاهلي مثلا ان هو يلعب يوم 24 وعنده مباراه يوم 25 في الدوري او 26 او 27، هل سيتم تاجيل هذه المباراه ولا ايه اللي هيحصل؟ يعني هنبدا من بدايه الدوري بالمؤجلات ولا ايه؟ الحقيقه كلام كتير جدا ومواعيد غريبه محطوطه في توقيتات غريبه. يعني زي ما قلت لحضراتكم ان مباراة الكاس نهائي الكاس ان شاء الله ربنا يكرمنا، احنا لسه عندنا دور الثمانية ودور الاربعة ودور الستاشر والثمانية والاربعة، وان شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا نوصل للنهائي فالمفروض ان انت هتلعب يوم 19. طيب لو اختار النادي الاهلي من احد الثلاث ايام 15 16 17 المباراة اللي هيلعبها يوم 17، هيلعب ازاي لو وصل للمباراة النهائية يوم 17؟ ونفس الكلام ده على فكرة ينطبق برضو على نادي زمالك مثلا، ما هو نفس الكلام برضو، ما هو المباريات الافريقيه بتاعه دوري ابطال افريقيا محدده في هذا التوقيت ومباراه الكاس محدده في هذا التوقيت. الاهلي لسه هيلعب دور ال 16 وبعد كده لو ربنا كرم وكسبنا الثمانيه، وبعد كده لو ربنا كرم وكسبنا قبل النهائي، وبعد كده لو ربنا كرم وكسبنا نهائي. فانا الحقيقه ببقى دايما مستغرب ليه الاتحاد المصري بيضع مثل هذه الامور او بيضع نفسه في مثل هذه الورطات، ورطه غريبه جدا وتوقيت غريب جدا 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 الحقيقه. كان من الممكن، وبالمناسبه يعني بصوا حضراتكم مكتوب ايه، الاتحاد الافريقي لكره القدم وضع في وقت سابق اقامه مباراه الذهاب لدور ال 32 من دوري ابطال افريقيا خارج القاهره احد ايام 15 و16 و17 اكتوبر في وقت سابق، يعني بقالنا مثلا اسبوعين ثلاثه. فحضرتك لما تيجي تضع المواعيد تضع المباراه النهائيه يوم 19،
انا الحقيقه موضوع بالنسبه لي غريب جدا جدا جدا، الناس كلها مستغربه على هذا الامر، ليه حضرتك بتحط يوم 19؟ عندنا مشاكل لسه في الدوري ولسه بدايه الدوري ولسه الكاس القديم اهو بنخلص فيه وبنتكلم عنه، والاتحاد النهارده اعلن ان المباريات هتبقى او الحياه في كره القدم ستعود مره اخرى ان شاء الله يوم 21 سبتمبر القادم، زي ما لما اللجنه الثلاثيه اتخذت قرار بتاجيل كل الفعاليات وكل مباريات الكاس وكل حاجه لغايه يوم 21 سبتمبر او يوم 20 سبتمبر، قلنا شابوه وسقفنا للجنه الثلاثيه. ولكن عندما تختار او تضع المواعيد يجب ان يكون هناك تنسيق ما بين مواعيد المباريات الافريقيه ومواعيد المباريات الاخرى في المحليه. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنأجل ولا هنعمل ايه؟ طيب الفرق اللي خدت اجازات هتبدأ ترجع امتى؟ هتجهز نفسها امتى؟ خلال الفترة اللي جاية يعني. فالحقيقة كلام كتير جدا وحاجات كتيرة جدا، سهلة جدا جدا ان حضرتك لما تقعد مع الأندية تتفقوا ويبقى عندك الكالندر او الأجندة بتاعت مواعيد مباريات النادي الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز، الاربع فرق اللي هتلعب في البطولات الافريقيه سواء في دوري الابطال او في البطوله الكونفدراليه، وتشوف دول بيلعبوا امتى، لان الاتحاد الافريقي بالفعل وضع توقيتات لكل الفرق اللي هتلعب في دور ال 32، فتبقى حضرتك عارف فتبعد عن الايام دي باربع خمس ايام عشان في سفر وفي مرواح وفي مش عايزين نطلع او يحصل اللي حصل السنه اللي فاتت الاخر شهرين بعد ما لعبت نهائي دوري الابطال وربنا كرمنا بالبطوله العاشره، اتضغطت بقيت تلعب كل ثلاث ايام مباراه، وده اللي النادي الاهلي مش هيوافق عليه. ده اللي النادي الاهلي من الصعب ان هو يوافق عليه، لانه انا لما اتضغطت عندي لعيبه اتصابت، عندي لعيبه ارهقت، عندي لعيبه كتيره جدا حصلت معاها ذهنيا وعصبيا، كل اللاعبين ارهقوا بشكل كبير جدا في هذه الفتره، وزي ما حضراتكم شفتوا في المنتخب برضو معظم اللاعبين اللي بيلعبوا بعيدين عن مستواهم. بعيدين عن مستواهم، بعيدين عن مستواهم ليه؟ بسبب ضغطة المباريات اللي اتعملت خلال الفترة السابقة. كل ثلاث أيام مباراة، كل ثلاث أيام مباراة، اللاعبين ما لحقوش إن هم، وكانت المنافسة لغاية الأسبوع قبل الأخير، فاللاعبين ما لحقوش إن هم يريحوا. راحوا على المنتخب زي ما حضراتكم شفتوا المستوى اللي ظهر بيه كل اللاعبين أو معظم اللاعبين في المنتخب الوطني بهذا الشكل. يعني والاداء على الرغم من انتقادنا للتشكيل وكذا وكذا، ولكن حتى اللاعبين ما تحسش ان هم خفاف. فانا ما اعرفش الحقيقه من وضع هذه التوقيتات الغريبه، ما فيش غيرها، احنا مع حضرتك 100% ان ما فيش غير هذه التوقيتات، ولكن طب وبعدين؟ هنبتدي ناجل من اول المباراه، من اول مباراه في الدوري ولسه هنشوف الكاس هنعمل فيه ايه؟ انا الحقيقه معرفش ايه اللي بيحصل في هذا الامر، لانه موقف غريب جدا جدا، خصوصا ان انت عندك المباريات او اجنده المباريات الافريقيه واضحه وصريحه معاك في كل حاجه. واضحه وصريحه معاك في كل حاجه، يوم السبت يوم مثلا يوم السبت يوم 12 هتلعب الساعه كذا في البلد الفلاني. فليه حضرتك بتضع نفسك في هذا الموقف؟ وبعدين في اكتوبر توقف دولي للمنتخبات الوطنيه. يوم 9 و 12 على ما اتذكر يعني. في اكتوبر هتلعب مباراتين، وفي نوفمبر مباراتين، وفي ديسمبر في اوله كاس العرب، ويناير كاس الامم الافريقيه، وفبراير كاس المفترض يبقى كاس العالم للانديه. طب ايه؟ طب وبعدين؟ هيحصل ايه؟ هنفضل نقول هنأجل نأجل نأجل نأجل، ويقع الأهلي مرة أخرى في دائرة كل ثلاث أيام مباراة. وفي أيام احنا زي ما كنا بنوري حضراتكم الفترة اللي فاتت بالكامل، كانت في أيام برضو بنلعب كل يومين مباراة، وأنا مش ذنبي كبطل إن أنا أكمل للآخر وأكسب البطولة باسم مصر، اسم مصر طبعا واسم النادي الأهلي، ووجد عاقب بهذا الشكل. فأنا الحقيقة بالنسبة لي الشكل اللي أنا شايفه والأرقام والتوقيتات اللي أنا شايفها دي هي توقيتات غريبة. ممكن يكون في حد عنده فكرة تانية أنا الحقيقة مش عارفها ونفسي أعرفها، يعني أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أعرف هذه الفكرة علشان يعني أفهم، يمكن إحنا في حاجة مش واضحة لينا أو حاجة توقيتات أخرى، من الممكن أن الاتحاد الأفريقي يؤجل مثلا ولا ما أعرفش. هنقول ايه يعني؟ مش هتقدر تتكلم
في هذا الامر كتير، لانه امر خلاص تم وضع التوقيتات ونزلت في كل الجرايد وفي كل الصحف وكل المواقع والناس اتكلمت فيها، ويعني واضحه، حاجات واضحه وصريحه، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيها خلال الفتره الجايه. طيب نتكلم في الموضوع الثاني، منتخبنا الوطني، منتخب مصر الحقيقه بيعاني بعد التعادل مع الجابون و إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وكل العاملين في الجهاز الفني، خلاص انتهى هذا الموضوع بشكل أو بآخر، وزي بقى ما حضراتكم عارفين ده بيغلس على ده شوية وده بيغلس على ده شوية. اتحاد كرة القدم قال له الكابتن حسام انت ما سافرت، انت سافرت من غير إذننا وطلعت في إعلان من غير إذننا، فهنخصم منك قد كده. كل ده ليه؟ علشان الكابتن حسام قال انا محتاجش او عايز الشرط الجزائي بتاعي وما قدمش الاستقالة بتاعته. فحضراتكم عارفين بقى القصة اللي هنمشي فيها، ده طيب انت عليك غرامات كذا عشان عملت كذا، وهنا عليك غرامات كذا عشان عملت كذا، وهنبتدي نمشي في الموضوع ده بالنسبة للجهاز السابق. طيب ايه اللي بيحصل في الجهاز القادم؟ الحقيقة كل شوية بنسمع تغيرات، كل شوية بنسمع كلام، ولكن امبارح سمعنا مثلا، من امبارح لغاية النهاردة بنسمع عن ان الكابتن فنجادة اللي هيبقى المدير الفني للمنتخب الوطني، وكابتن ضياء السيد هيكون معاه مدرب عام، وهيكون معاه الكابتن محمد شوقي مدرب مساعد، والكابتن عصام الحضري في حراسة كمدرب لحراس المرمى. من امبارح للنهارده سمعنا اخبار اخرى، سمعنا ان من الممكن جدا ان يتم او بيتم التفاوض بالفعل مع بعض المديرين الفنيين الاجانب بعيدا عن هذه الاسماء. طيب كان هناك قرار اتخذ قبل كده بعدم وجود المدربين الاجانب، طب ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ الدنيا هتمشي ازاي؟ هل هتمشي في اتجاه المدرب الاجنبي ولا هتمشي في اتجاه المدير الفني المصري؟ طيب المدير الفني المصري هل هتجيب الكابتن إيهاب اللي مصمم على طاقم العمل اللي بيشتغل معاه وما بيغيروش خالص، ولا هتجيب الكابتن حسام حسن اللي عنده مشاكل، أو هناك ما يقال إن عنده مشاكل، لكن لما يبقى مصر يبقى أكيد الناس كلها هتفكر في مصلحة مصر. فلو كان الكابتن حسام من وجهة نظر اللي شغالين أو الاتحاد كرة القدم هو الافضل، هيجيبه كابتن حسام حسن. فكلام كتير جدا، ومن الواضح ان حتى هذه اللحظه لم يتخذ اي قرار في هذا الموضوع. موضوع شائك وموضوع كبير، وعندك مباراه خلاص كمان اقل من شهر. زي ما قلت لحضراتكم المباريات بتتلعب في هتتلعب يوم 9 ويوم 12 على ما اتذكر يعني. هقول لحضراتكم دلوقتي المباريات هتتلعب يوم كام، مباريات منتخبنا الوطني هتتلعب يوم كام اهو. منتخب الوطني يواجه ليبيا يوم 9 و12 اكتوبر المقبل، وبالتالي انت عندك تقريبا شهر لغايه المباراه القادمه. هتعمل ايه؟ وبالمناسبه ليبيا المجموعه بتاعتنا احنا والجابون وليبيا وانجولا، مظبوط؟ طيب دلوقتي حالا بتقام مباراه ليبيا، او يعني بقى لها 55 دقيقه شغاله، ليبيا متقدمه على انجولا في انجولا 1-0. وكسبت المباراة الأولى الجابون في الجابون، أنا آسف، الجابون في ليبيا 2-1، وبالتالي لو ليبيا كسبت هتبقى هتتصدر المجموعة بستة نقاط. فمباراتين اللي جايين مباراتين الصعود، حضرتك هتلعب ليبيا هنا وبعدين هتروح تلعبهم هناك. فهم المباراتين القادمتين هم مباريات الصعود. لو حتى ليبيا تعادل مع انجولا هتبقى نفس الموضوع، يبقى انجولا والجابون بره الموضوع، وانت بتلعب ليبيا هي دي المفتاح هذه المجموعه. خلاص بانت، انا قلت لحضراتكم ان المباراه السابقه الجابون لو كنت كسبت كنت هتريح نفسك تماما من حاجات كتيره جدا، كان هيبقى عندك اريحيه في مباراتي ليبيا القادمتين. ولكن يعني المباراه القادمه انت عندك هتلعب ليبيا، وماتش ليبيا في ليبيا صعب مش سهل. بالمناسبه الماتش في ليبيا مش في تونس ولا في الجزائر ولا في موريتانيا زي ما كانت ليبيا بتلعب بعض مبارياتها في هذه الاماكن او في هذه البلاد، لا، المباريات كلها هتتلعب في ليبيا. ولو تفتكروا تصفيات كاس العالم في 2006 كانت ليبيا برضو، كانت ليبيا وخرجنا بسبب ليبيا، اتغلبنا هناك. فالحقيقة
برضو يجب ان يكون هناك قرار، الله يكون في عون الاتحاد المصري. انا من هنا ما بلومش الاتحاد المصري على الاختيار امتى وازاي، لانه يجب ان يكون هناك اختيار سريع واختيار لمدير فني اسم كبير. لو حضرتك هتجيب من بره مصر لازم اسم كبير يليق، لان منتخب مصر منتخب كبير يستحق مدير فني كبير. لو هتجيب بمصر خد قرارك، كابتن ايهاب جلال ولا كابتن حسام حسن هم اللي في الصوره. هو كابتن جلال وكابتن ايهاب جلال وكابتن حسام حسن هم الاثنين بس اللي في الصوره. فالمرحله اللي احنا فيها دي لا تحتمل التاخير. وانا عايز اسال سؤال برضو، هو المنتخب هيجهز ازاي؟ هيتجهز ازاي خلال الفتره اللي جايه؟ معظم اللاعبين هيبقوا واخدين اجازه، فانت محتاج مدير فني يتابع اللي بيحصل، ان او يبقى عارف ان كان في ضغط مباريات الفتره السابقه، وبعدين لعبنا المباراتين بتوع انجولا والجابون، وبعدين خدنا راحه اسبوعين، لانه اعتقد ان موسيماني 100% مثلا بالنسبه للاعيبه الاهلي هيمد الاجازه بتاعتهم اسبوع او 10 ايام كمان. فهل هيبدا مع النادي الاهلي ولا هتروح المنتخب، ولا مدرب المنتخب هيشوف ايه، ولا هيرجعوا يجهزوا عشان مباريات الكاس؟ فالحقيقه الامور داخله في بعض. خد بال حضرتك ولجمهور الاهلي، انت عندك 7 من التشكيله الاساسيه في مباراه الجابون الاخيره لاعبوا النادي الاهلي. طيب يبقى مين اكتر حد ظلم في هذا الامر او واضح عليه التعب في هذا الامر؟ هو لاعب النادي الاهلي. واضحه وصريحه. واضحه وصريحه. فانا دلوقتي برضو بسال، لازم تجيب مدير فني، لازم تخلص بسرعه جدا جهاز المدير الفني اللي جاي، على الاقل حط جهاز مصري. لو هتجيب مدير فني اجنبي حط الجهاز اللي هيشتغل معاه عشان يبقى بيتفرج وبيشوف وبيعرف ويبقى عارف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، عشان لما الراجل يجي لو بتتفاوض مع مدير فني اجنبي يبقى جاي على بينه، هيبقى عنده ناس شايفه وعارفه. لكن بهذا الشكل الله يكون في عونهم، برضو الامور متداخله بشكل او باخر في كل شيء، مباريات الكاس، على تحضير لمباريات الكاس، على المباراتين المهمين جدا دلوقتي، اصبحوا مباراتين مهمين جدا، مباراه ليبيا هنا وهناك، دي هتبقى هي زي ما قلت لحضراتكم مفتاح ان شاء الله الصعود الى الدور الاقصائي في مارس القادم. لخبطه كتيره جدا في البدايه، نتمنى ان يتم وضع النقاط على الحروف خلال، يعني انا كنت متخيل ان النهارده من الصبح بالليل هيتم الاختيار، لانه بالفعل كان هناك بنسبه 80-90% فنجده، ضياء السيد، محمد شوقي، عصام الحضري، والجهاز الطبي مكمل والجهاز الاداري مكمل. فده كان هيبقى منتخبنا الوطني برغم التحفظ على فنجاده، وان هو بقى له فتره طويله ما لعبش في حته او ما مسكش مدير فني في حته وبقى له كذا، ده هنتكلم عليه ماشي، لكن انا بقول لحضراتكم التفكير كان ماشي ازاي امبارح. النهارده الموضوع مختلف، يعني النهارده في اخبار ان مارتينيول هناك احدى الشركات لوكلاء اللاعبين عرضت على الاتحاد المصري مارتينيول اللي حابب ان هو يجي. مارتينيول له تجربه سابقه مع النادي الاهلي قبل كده، ولكن بالمناسبه برضو علشان الكلام الكبير او الكتير المنتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع المختلفه، احنا تواصلنا مع مارتينيول شخصيا، مش واحد، مش مثلا شبيهه ولا لا، احنا تواصلنا مع مارتينيول شخصيا، عمر البنوبي تواصل معاه شخصيا ونفى ان هو يكون عرض نفسه نهائيا على منتخب مصر. ده برضو من ضمن الاسماء المطروحه على الاتحاد المصري لكرة القدم. فكلمنا مستر مارتينيول وقال ان هو لم يحدث اطلاقا التواصل من قريب او من بعيد. مثلا في وسط الهيصة كده الدنيا ماشية. فالدنيا هتبقى ماشية ازاي؟ محدش عارف. ايه اللي هيحصل كمان 10 دقايق، كمان ربع ساعة؟ امبارح انا كان عندي قناعة من المصادر اللي عندنا ان فنجادة وضياء السيد ومحمد شوقي، كابتن ضياء السيد وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري، هو ده التشكيل لمنتخبنا الوطني، الإدارة الفنية أو كابتن سامي الشيشيني مدرب عام. فدي كانت القناعة اللي عندنا. النهاردة لا، الموضوع مختلف. كل شوية بنسمع حاجة وكل شوية مصدر بيقول لنا حاجة، ما كل واحد فينا عنده مصادره، فبنسمع من هنا وبنسمع من هنا وبنسمع من هنا علشان نصل في الآخر مين اللي هيمسك منتخب مصر؟
مين اللي هيرتب الفترة اللي جاية؟ ما هو أنا لو ما رتبتش الفترة اللي جاية، طب يا عم اسلام أنت بتتكلم على أيوة، ما هو أنا لو ما رتبتش الفترة اللي جاية أو الفترة اللي جاية لم ترتب، هتبقى عندي مشكلة كبيرة جدا كنادي أهلي. ليه؟ لأن أنا عندي 10 لاعبين موجودين مع المنتخب الوطني، فأنا هبقى أكثر المتضررين من اللي بيحصل، أكثر المتضررين، سواء بأن هو تبقى المباريات كل 3 أيام أو كل يومين زي ما كنا بنشوف خلال الفترة الماضية، وده أثر علينا بشكل سلبي في الفترة السابقة، ومحدش هيقبل بكده خلاص، يعني مش هيحصل تاني إن حد هيلعب كل يومين أو كل 3 أيام مباراة في ظل سفريات لهنا ولهنا ولهنا ولهنا، محدش هيقبل بكده خالص، خلاص الموضوع منتهي. فالحقيقه انا مش عارف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، يجب ان يتم اختيار مدير فني للمنتخب الوطني خلال الفتره الايام القليله القادمه، ده النهارده بكره بعده بالكثير، يجب ان يكون هناك مدير فني، يجب ان يكون مدير فني قوي وكبير. بالمناسبه مديرين فنيين كبار يهمهم ان هم يبقوا موجودين في مصر. وحد كان يسمع عن كوبر؟ كوبر طبعا قبلها كان عنده نجاحات كبيرة جدا في أندية كبيرة جدا سواء في إيطاليا أو في إسبانيا، ولكن قعد 6-7 سنين ما بيشتغلش في حتة، ولما جه منتخب مصر بعد كده راح مسك منتخب الكونغو، وبعد كده قبلها بشوية برضو راح مسك منتخب في غرب آسيا، واشتغل الراجل شغال من ساعتها، يعني من ساعة ما ساب منتخب مصر. فبالتالي انت عشان تجيب مدير فني لمنتخب مصر يجب ان يتناسب مع الطبيعه المصريه، يجب ان يتناسب مع اللي بيحصل في مصر، من اللي بيحصل كله في كره القدم، وان احنا ما عندناش ترتيب في المباريات زي ما حضراتكم شايفين. فايه اللي هيحصل؟ خلينا دايما نتابع ايه اللي هيحصل في موضوع منتخبنا الوطني ونتكلم عنه دايما، لان احنا في النهايه يهمنا مصلحه بلدنا، يهمنا ان يكون هناك مدير فني قوي خلال الفترة القادمة استطيع ان يقود مصر. وبعدين اللي بيقولك، وده اللي كان متقال بالمناسبة، ان فنجادة هيبقى مدير فني مؤقت للمباراتين القادمتين، المباراتين القادمتين دول ممكن هم اللي يطلعوك بره كل حاجة، او هم اللي ممكن يخلوك تكمل، يعني الماتشين اللي جايين دول لو لا قدر الله حصل فيهم حاجة، اتغلبت في ماتش مثلا وتعادلت في ماتش، انت بره وليبيا هي اللي هتوصل، محدش عارف، ما دي كرة قدم، فمحدش يقول لي مؤقت لحين المباراتين القادمتين، لأنه محدش هيصدق الكلام ده، أو المباراتين القادمتين دول هما الأساس في كل شيء. فأتمنى أن ينتهي موضوع منتخبنا الوطني أو اختيار المدير الفني أو الجهاز الفني للمنتخب الوطني، لأنه موضوع هام جدا جدا جدا. الحقيقة قبل بس ما أقفل كلامي مع حضراتكم بعدين ارجع اتكلم عن الاخبار شويه، من شويه كان كابتن اسامه حسني في الاشبال ومعاه كابتن احمد عبد القادر. كابتن احمد عبد القادر برضو ده مثال حي ومثال قوي لحاجه اسمها، وانا اتكلمت في الموضوع ده امبارح، الاستثمار الرياضي والفني بالنسبه للنادي الاهلي. الاستثمار الرياضي زي ما قلت لحضراتكم من الناحيه الماليه، والفني من اللعيب في الملعب. احمد عبد القادر شفتوا حضراتكم بيتكلم ازاي، النضج اللي حصل عفوا النضج اللي حصل لاحمد خلال الفتره اللي فاتت سواء جوه الملعب او حتى طريقته في الكلام، لما اللي كان بيتفرج على الحلقه لا تحس ان اللعيب ناضج، لعيب عارف يتكلم، لعيب عارف بيقول ايه، لعيب عارف قيمه النادي الاهلي، وامل حياته ان هو كان يرجع للنادي الاهلي تاني، وبالفعل رجع. وزي ما شفنا انا متخيل ان احمد عبد القادر ومن بعده عمار حمدي او وعمار، ما هو انا لما كنت بكلم مع كابتن امير توفيق امبارح مدير التعاقدات في النادي الاهلي، قلت او اتكلمت ان في 5 صفقات، لا احنا عندنا 7 الحقيقه، لكن ال5 صفقات اللي جايين من بره، الصفقتين دول في النادي الاهلي ورجعوا، او النادي الاهلي كان بيعيرهم في اطار الاستثمار الرياضي اللي بيقوم به النادي الاهلي والاستثمار الفني اللي بيقوم به النادي الاهلي، وبعد كده رجعوا النادي الاهلي مره ثانيه، لانه العين الخبيرة شافت ان الاثنين لعيبة دول لازم يرجعوا، لان النادي الاهلي هيستفيد منهم خلال الفترة اللي جاية، كل واحد في مكانه. واديكم شفتوا السنة اللي فاتت ان معظم اللعيبة اللي كانت موجودة في القائمة لعبت، محدش ما لعبش، ال30 لعيب تقريبا طبعا بنسب مختلفة، ولكن معظم اللعيبة احنا احتاجنا كل اللعيبة. احنا في بعض الاوقات كان عندك بدر بارون مصاب، وايمن اشرف مصاب، ورامي ربيعة مصاب،
وسعد سمير مصاب، فلعبت مثلا بياسر ابراهيم وبحد تاني بمحمد هاني لو تفتكر حضرتك في اول السنه حصلت شويه. فعموما لا احنا النادي الاهلي، وامبارح زي ما الاستاذ كابتن امير توفيق قال ان بكده او بالخمس صفقات مع رجوع صفقتين من الاعاره احمد عبد القادر وعمار حمدي، الميركاتو الصيفي بالنسبه للنادي الاهلي او الانتقالات الصيفيه بالنسبه للنادي الاهلي انتهت. ومن الممكن، هو لو برضو عشان في كلام بيتردد على حاجات كتيره اليومين دول، ومن الممكن ان يكون هناك اعارات لبعض اللاعبين. امير توفيق مدير التعاقدات قال الكلام ده امبارح على الهواء مباشره لجمهور النادي الاهلي، وبالتالي توقع ان ممكن اي حاجه تحصل خلال الفتره القادمه. ما حدش عارف مين ممكن يطلع، عرفنا ان مصطفى البدري هيطلع اعاره من خلال برضه المكالمه اللي حصلت امبارح. كل الكلام ده قلت لحضراتكم دايما كل حاجه في وقتها في النادي الاهلي، لما تحب تطلع وتتكلم عن كل شيء لجمهور النادي الاهلي من خلال شاشه الاهلي، هو ده اللي دايما احنا بننتظره. زي ما شفتوا كده احمد عبد القادر من شويه وهو بيتكلم، وانا قاعد بتفرج الحقيقه على هذه الحلقه، شفت يعني ايه استثمار رياضي واستثمار فني من خلال هذه الحلقه. انا شفت احمد عبد القادر قبل كده وهو بيتكلم، النهارده الموضوع مختلف، وبالنسبه لقيمه احمد عبد القادر هي مختلفه ايضا، لانه لعيب كويس جدا، محترم جدا، نضج بشكل كبير جدا. هنشوف ده في الملعب ان شاء الله، هنشوف ده في الملعب مع موسيماني كمان، واريحيه موسيماني في ان هو بيسيب اللعيبه تلعب براحتها شويه. اعتقد ان هنشوف احمد عبد القادر بشكل مغاير تماما، او نتمنى طبعا ان احنا نشوف احمد عبد القادر وعمار حمدي كمان خلال الفتره القادمه بشكل مغاير كمان، او اكتر حماسه واكتر تفضيلا عن الفتره السابقه من وجوده في سموحه. كل طبعا الامنيات الطيبه لكل لاعبتنا، السبع صفقات، خمس صفقات من بره وصفقتين الاعاره اللي رجعوا، كل الامنيات الطيبه ليهم بكل التوفيق ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نقرا الاخبار اللي عندنا النهارده في هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن محمود الخطيب يهنئ تنس طاوله الاهلي بالفوز بالبطوله الافريقيه. حرص كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة لاعبتي الفريق الأول لتنس الطاولة مريم الهضيبي وهنا جودة، وذلك عقب فوزهما بالمركز الأول والمركز الثاني في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة التي تستضيفها الكاميرون في نهائي أهلاوي خالص أقيم مساء اليوم. كابتن خطيب أشاد بالجهد الكبير والأداء المتميز لتنس طاولة الأهلي والروح العالية وإصرار لاعبات النادي على تحقيق اللقب الإفريقي، مشيرا إلى أن إقامة نهائي إفريقيا بين أبناء الأهلي تعكس التفوق الواضح لقطاع تنس الطاولة في النادي، مما يدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة. ده الحقيقة كانت تهنئة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب لاعبتي النادي الأهلي مريم الهضيبي وهنا جودة بالفوز بالبطولة الإفريقية. كمان برضو عايز أقول لحضراتكم أن في بعض الأخبار، أنا اتكلمت الحقيقة في بعض الأخبار، اتحاد الكرة بيقرر استئناف النشاط الرياضي يوم 21 سبتمبر الجاري. اتكلمنا في هذا الأمر في بداية الموضوع، لأنه الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم ان كانت الاجازه لغايه يوم 20، وابتداء من يوم 21 سوف يستأنف النشاط الرياضي بقرار من اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد. اتحاد كره القدم ايضا قال ان مباريات كأس مصر تقام بالقوائم الجديده للانديه. الحمد لله، يعني الامور بدأت تندع، بدأنا نعرف ان القائمه الجديده هتكون هي اللي هتلعب مباريات الكأس مصر المقبلة إن شاء الله، أو في المباريات المقبلة. تم فتح باب القيد زي ما حضراتكم عارفين 30 أغسطس ويستمر حتى 7 أكتوبر. والحقيقة الخبر اللي جاي ده بالنسبة لي لو حصل هتبقى حاجة كبيرة جدا وحاجة محترمة جدا من اللجنة الثلاثية اللي بتدير الاتحاد. اتحاد كرة القدم يدعو أندية الدوري الممتاز لانتخاب الرابطة يوم 19 سبتمبر. الحقيقة في بداية ان اللجنه الثلاثيه اصبحت هي اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم وتم تعيين الكابتن احمد مجاهد، كان اول كلامه ان احنا عايزين نعمل رابطه الانديه المحترفه خلال الفتره القادمه،
ولكن كلنا الحقيقه تخوفنا او قلنا ان ده مش هيحصل، لانه بالفعل ما حصلش، وكان كل الاتحادات السابقه وكل اللجان السابقه كانت بتقول ان احنا عايزين نعمل رابطه وتلاقي الموضوع عدى في النص كده. اذا صح هذا الامر وكان هناك انتخابات لرابطه الانديه المحترفه للقسم الاول يوم 19 سبتمبر، هيتم يعني بالعكس كلنا هنكون سعداء بهذا الامر وبهذا الطرح الجديد، لانه اللجنه دي او انتخاب الرابطه دي هي اللي هتدير الدوري، هي اللي هتعرف تدير الدوري، لان كلها هتبقى ناس محترفه علشان نقدر نتكلم فيها ونقدر نتكلم معاهم في كل هذه الامور. فنتمنى ان ده يحصل. ودعا الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه احمد مجاد انديه القسم الاول لمسابقه الدوري الممتاز في خطاب رسمي اليوم الى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر لانتخاب رابطه انديه القسم الاول يوم 19 سبتمبر الحالي. تمام، خلينا نعرف اخبار اكتر عن من سيكون المدير الفني القادم لمنتخبنا الوطني وكل هذه الامور الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم مع زميلنا وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد مراد، طبعا ناقدنا الرياضي باليوم السابع. استاذ محمد ازي حضرتك؟ مرحبا بيك يا كابتن اسلام، وكل سنه وحضرتك طيب، وببارك لك على البرنامج. الله يخليك، متشكر جدا يا استاذ محمد، ربنا يخليك. متاخره شويه معلش. معلش مفيش مشكلة. أولا يا أستاذ محمد خليني أعرف من حضرتك، وأنا عارف إن أنت متابع جيد لكل ما يحدث داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، هل هناك توافق على اختيار مدير فني أجنبي أم مدير فني مصري؟ الأول قبل ما نتكلم في أي أسماء. يعني التوافق ده يا كابتن يعني ينطبق اللي أنت يبقى عندك مجلس إدارة مثلا فيه 11 عضو فيبقى فيه توافق. نعم. أنت عندك لجنة ثلاثية وبيديرها مع احترامي للناس اللي موجودة بيديرها شخص واحد هو كابتن أحمد مجاهد، أو هو المسؤول الأول عن القرار جوه اتحاد الكورة. نعم. فبالتالي مش هيبقى فيه توافق، يعني لو هو رأيه خلاص موافق على حد خلاص هو القرار اعتمد. بالنسبة للأسماء كابتن يعني طبعا حضرتك أنت قلت الأسماء، معظم الأسماء المرشحة واتكلمت عليها يعني لغاية ساعات يعني الأقرب نيلو يعني إنجاز مدير فني اتحاد الكورة هو الاسم الأقرب لغاية دلوقتي. وبعديه شوقي غريب، وبعديه ايهاب كراكي. شوقي الكابتن شوقي غريب دخل في الموضوع. يعني بالترتيب كده كابتن سنجاده، لان انت عندك فتره ضيقه، المفروض ان اتحاد الكره كان سمعنا انه بيفاوض ريني فايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي، والحقيقه لو اتحاد الكره نجح في ان هو يتعاقد مع فايلر اعتقد ان هو يبقى تجربه كويسه، ومدير فني كان يعني قائد النادي الاهلي فيبقى تجربه مميزه جدا. لكن اتحاد الكرة بيمر بأزمة مالية الفترة دي، اتحاد الكرة مش هيتعاقد مع مدرب مع مدير فني أجنبي بسعر يتخطى 120 130 ألف دولار شهريا. اتحاد الكرة يعني محتاج مدرب في أسرع وقت، يعني المفروض إن هو يعني النهاردة أو بكرة على أقصى تقدير، خاصة إن أنت عندك ماتشين ليبيا يعني خلاص يوم 9 ويوم ده لغاية دلوقتي أهو الدقيقة 82 ولا 83 وليبيا كسبانة 1. يعني بص يا كابتن، ماتش يعني ليبيا مش سهله زي ما الناس متوقعه، يعني اللي اتفرج على ماتش ليبيا والجابون لقوا منتخب عنده كوره ومنتخب عنده لعيبه بتلعب كوره، يعني مش منتخب مش هقول لك المغرب والجزائر وهنقعد نضحك فيه، لكن هو منتخب كويس، وبالمستوى اللي احنا ظهرنا فيه امام الجابون وانجولا كابتن ممكن يكسبك عادي على ارضه، طبعا يعني على ارضه ده ممكن يكسبك، مش هقول لك احنا رايحين نكسب وضامنين نفوز. ايوه بس خلي بالك الكلام اللي احنا سمعناه ان حتى اذا تم تعيين نيلو فنجادة مديرا فنيا فهو هيبقى مدير فني مؤقت لمده مباراتين. بالزبط. المباراتين دول ما هم المباراتين دول اصبحوا الاهم، يعني ليبيا لو كسبت النهارده انجولا فخلاص هيبقى اول مجموعه، اول المجموعه هو هيبقى ليبيا اول مجموعه، والتنافس هيبقى ما بين مصر وليبيا على الصعود الى الادوار الاقصائيه ان شاء الله او الادوار النهائيه في مارس القادم، وبالتالي المباراتين القادمتين هم المباراتين الاهم. تمام، يعني فنجاده مدير فني مؤقت ده بنسبه 100% هيتطبق. اللي هيحصل يا كابتن ان انت عندك ماتشين في شهر 10 ليبيا وماتشين في شهر 11 انجولا والجابون، فبالتالي انت كمدير فني انا لو جبت فنجاتا وربنا كرمك في الماتشين اكيد طبعا هيكمل شهر 11، لان انتخابات الاتحاد ده معنى، لا ده معنى كده ايه؟ معلش يا محمد قبل ما نوصل للانتخابات معنى كده ايه؟ اشرحها لك. معنى كده ايه؟ اشرحها لك.
معنى كده ان هو هيكمل لشهر 11، تمام، يبقى هيكمل لشهر 12 مع البطوله العربيه، يبقى هيكمل بطوله امم افريقيا، يبقى هيكمل. انا اقول لك السيناريو اللي هيحصل يا كابتن، المفروض ان اللجنه الثلاثيه مستمره لغايه شهر 12 او نص 12، او الاقرب ان انتخابات اتحاد الكره تبقى نص 12، وتحديدا بعد كاس بطوله العرب اللي هتخلص يوم 18 ديسمبر. نعم. فبالتالي لو اتحاد الكره الحالي استقر على سنجاده لو كسب ماتشين ليبيا هيكمل ماتشين انجولا والجابون. نعم. بعد السيناريو اللي محطوط ان المغرب الجديد هيجي، لو لقى سنجاده يعني او ايا كانت اسم هيجي، مش عايز اقول سنجاده بس يعني سنجاده او كان كابتن شو غريب او اي اسم، المغرب الجديد شايف ان المدير الفني الموجود ده ماشي كويس وماشي مع المنتخب بشكل كويس، هيكمل ويكون المنتخب في بطوله افريقيا. لكن طبعا لو انت جبت ايا كان الاسم اللي هيجي في شهر 10 كابتن، لو غلب يعني غلب ليبيا هنا وراح غلب من هناك، فهي نفس الازمه ونفس السيناريو بتاع كابتن حسام بدري، والاداء مش كويس، هيحصل ازمه وهيحصل برضه دروب، لازم مدير فني يمشي، وساعتها بقى نجيب مدير فني اجنبي عالمي ونخش في ازمه جديده. ده السيناريو المحطوط، لكن مدير فني مؤقت شهرين، ده شهرين مش شهر يعني، مش ماتشين ليبيا بس، يعني مدير فني لغايه ما يجي مجلس اداره جديد. بس ده متوقف ان فنجاده ربنا يكرمه كده او ايا كان الاسم، يعني مش عايزين نقول ان فنجاده ممكن نشوف بعد فتره، يعني شو غريب بدا ينطرح اسم تاني ان هو عنده كان ظهر بمستوى كويس مع المنتخب الاولمبي وخرج من دور الثمانيه امام البرازيل، وعنده خبره باللعيبه الموجودين عكس ما تجيب مدرب اجنبي دلوقتي، فهتيجي ماتش ليبيا يقول لك لا ما تحاسبنيش على ماتش ليبيا، ده انا لسه ماسك من اسبوع او 10 ايام. بالظبط فهتدخل نفسك في ازمه. فالسبب الرئيسي ان انت ترجع للمدربين انت عارفهم اللي هو ديك الوقت يا كابتن، واول حاجه وثاني حاجه المقابل المادي، اللي خاصه فنجاده بياخد 30000 دولار يعني حاليا، بياخد 30000 دولار في منصبه كمدير فني لاتحاد الكوره. ومع احترامي يعني او كلام اللي طالب من اتحاد الكوره ان هو منصب مدير فني لاتحاد الكوره مش منصب يعني طول اليوم شغل او مش لغايه دلوقتي بصمه سنجاده على الموضوع ده. فهم بداوا يعني او احمد كان بدا يفكر ان هو يسمي تريو يبقى منصب مدير فني مؤقت لمنتخب مصر، لو ربنا كرم زي ما قلت لك اول ماتش ليبيا خلاص هيكمل شهر 11 لو ربنا كرم. طيب الجهاز المعاون لفنجاده او للاسم اللي جاي هل تم الاستقرار؟ يعني سمعنا انا كابتن ضياء سيد، سمعنا كابتن سامي الشيشيني، وبعدين سمعنا معاهم كابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري، هل تم الاستقرار على بقيه اسماء الجهاز ولا لسه؟ يعني كل ده كابتن متوقف على اسم المدير الفني، لو مدير فني اجنبي يعني اتحاد الكره يعني فنجاده معاه مدرب مساعد، يعني معاه واحد مساعد معاه اصلا موجود حاليا. ايوه. فاكيد هيستعين بيه، فهيتم طبعا الاستعانه. يعني سمعنا امبارح يعني اكبر مرشحين اعتقد الكابتن سامي الشيني والكابتن ضياء سيد وتردد اسم علي ماهر والكابتن عماد النحاس المنصب المدرب العام. نعم. محمد شوقي موجود بقوه. سمعنا عصام الحضري برضو من الاسامي اللي موجوده بقوه جدا ان هو يبقى موجود في منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر، واعتقد ان هو يعني احق بمنصب زي ده دلوقتي، يعني عصام الحضري قدم كتير لمنتخب مصر. طيب نفس الامر لو يعني سمعنا امبارح ايهاب جلال، لو هيجي ايهاب جلال نفس المشكله كابتن لو انت فاكر مع ايام ملامه عمرو الجنان ان هو رفض يمسك المنتخب متمسك بجميع مجموعه العمل اللي بيشتغل معاه دايما. متمسك بافراد جميع الجهاز الفني، لكن المعلومه اللي عندي لغايه قريب يعني ساعات ان مفيش حد اتكلم مع ايهاب جلال خالص، يعني المعلومه اللي عندي ان مفيش حد اتكلم مع ايهاب جلال، لكن الفكر او الرؤيه كلها رايحه. طيب. برضه من الاسامي المرشحه كابتن اهتم يعني تركيز جونيات مدير فني بيراميدز، يعني برضه من الاسامي المرشحه خاصه ان مرتبه مش هيبقى عالي قوي. دي برضه من الناس المرشحه ان هو يبقى موجود في من المرشحين لكاس المنتخب، ان هو موجود في مصر بقى له 4 سنين وكان مقاد دجله طيب اخدك لجزء تاني يا مراد لو سمحت. هو بالنسبه لكابتن محمد بركات، امبارح كان هناك اخبار بتقول ان كابتن محمد بركات 50-50، يعني حتى هذه اللحظه لم يتم اقالته او اتقال له سيتم الاستعانه بيك. فمحمد بركات كمدير للمنتخب هل هيكمل ولا مش هيكمل ولا لسه شويه في هذا الموضوع؟ بص هو الخبر طالع توجيه الشكر للجهاز الفني والجهاز الاداري بالكامل، يعني الجهاز الاداري فيهم الكابتن محمد بركات. ممكن يعني بص يا كابتن، يعني هو اتحاد الكوره ماشي بيمشي بالحاجات دي بس حب وكره، يعني احمد مجاهد او الكابتن احمد مجاهد رئيس لجنه ثلاثيه كلنا كنا عارفين من اول ما جه هو الفني غلط
بطل عشان بدر عشان يمشيه، وحسام البدري عارف حاجه زي كده، والجهاز الفني وصفهم معلومه زي كده، وبالفعل يعني اسمان يعني من فتره من قبل معسكر سبتمبر كان في بدا الكلام مع وبدا يوصل للجهاز ان كابتن احمد الجهاز بيكلم يعني وكلاء مدربين يا جماعه عشان يبعثوا سيفيهات، وبدا يتكلم ان الجهاز هيبقى هو البديل الاول لحسام البدري في حاله رحيله. الكلام ده اثر على الكابتن حسام بدري وعلى الجهاز المعاون حتى في وقت من الفترات يا كابتن. فاحمد مجاهد طلب من حسام البدري ان هو يمشي طارق مصطفى ويخليه يمسك مدير فني للمنتخبات الناشئين، وطارق مصطفى رفض، وبعدها حسام البدري رفض. يعني قال لك انا يعني ضمن الاسباب يعني كان عايز احمد مجاهد كان عايز ياخد طارق مصطفى من الجهاز المعاون لكابتن حسام البدري ويسند اليه مهم التدريب يعني منتخب احدى منتخبات الناشئين تحديدا منتخب 2006 قبل مؤمن سليمان وبعد ما مؤمن سليمان مش كمان يعني. ايوه لكن الكابتن حسام يعني ساب الراي الاول والاخير لطارق مصطفى، طارق مصطفى رفض على فعلا التعامل مع المنتخب الاول، وده يعني كان برضه من ضمن الاسباب اللي كانت عامله ازمه انها فحتى هذه اللحظه لم يتم الاتفاق على البركات هيكمل مش هيكمل. لا لغايه دلوقتي لا ما فيش حاجه رسمية يعني، حتى سمعنا عماد متعب من الاسامي المرشحه انه يبقى موجود في المنتخب، يعني سمعنا وائل جمعه برضه من الاسامي المرشحه لان هو يبقى موجود مدير منتخب. اعتقد ان يعني بقاء او رحيل بركات يعني ما تحددش يعني بنسبه 100% ما تحددش يعني ممكن الاستعانات يعني عادي ما فيش اي ازمه. امتى هنعرف؟ يعني احنا دلوقتي النهارده تاني يوم او تالت يوم. انا عارف ان الموضوع صعب ولا يكون في عون الناس وكل حاجه، ولكن يجب ان يكون هناك مدير فني للمنتخب علشان يبتدي يرتب للمرحله القادمه الصعبه جدا، سواء من ناحيه الدوري المحلي او من ناحيه الكاس اللي هيتلعب خلال الفتره القادمه في شهر سبتمبر واكتوبر، او حتى في المباريات القادمه بالنسبه للمنتخب الوطني. امتى سيتم الاعلام من وجهه نظرك؟ يعني هو كابتن بالنسبه 90% هيتم الاعلان بكره على يعني المدير الفني، يعني بكره او بعده بكتير قوي هيكون تم الاعلان رسميا عن المدير الفني لمنتخب مصر وعن الجهاز الفني بالكامل، خاصه ان يعني هو ان خلاص فاضل اقل من اسبوعين على ماتش على ماتشين ليبيا، فبالتالي يعني لازم يبقى في اسرع في الاجراءات. فاعتقد زي ما قلت لحضرتك كابتن ان ضيق الوقت والمفاوضات والحاجات دي كلها والازمات دي كلها بتقرب لك يبقى الاسامي اللي انا قلت لحضرتك عليها في الاول، يعني جاده او شوقي غريب او ايهاب جلال او حسام حسن. المعلومه اللي عندي ان الوزير عرضه على احمد مجاهد في جلسه واحمد مجاهد رفض اسم حسام حسن، يعني المعلومه اللي عندي ان احمد مجاهد تحفظ على اسم حسام حسن ان هو يتولى مسؤوليه منتخب مصر في الفتره دي. فكل المؤشرات يعني بتتجه ناحيه يعني فنجاده رقم واحد او شوقي غريب رقم اثنين او ايهاب جلال كبديل ثالث في حاله ان ما فيش كل ده كابتن لو ما فيش اسم اجنبي رد يعني من فاير اقوى المرشحين، يعني فاير من الاسامي المرشحه وسيفيهات المرشحات، لكن لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه وما فيش كلام رسمي. طيب معلش اخر يعني بكره او بعده اخر سؤال عايز اسالك في نقطه بعيدا عن المنتخب، هو الاتحاد المصري او اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الاتحاد المصري وهي بتضع التوقيتات، ما بيبقاش عند اللي بيضع التوقيتات للمباريات القادمه زي مباريات الكاس مثلا ان هي هتتلعب يوم او نهائي الكاس هيتلعب يوم 19. طيب هل ما كانش عنده ورقه ان البطوله الافريقيه او دوري ابطال افريقيا في مباريات هتتلعب يوم 15 و16 و17 ايا من هذه الايام؟ طيب لو على افتراض ان النادي الاهلي مثلا اللي هيلعب في البطوله الافريقيه وصل للمباراه النهائيه يوم 19 زي ما هو محدد في الاتحاد المصري ولعب المباراه الاولى يوم 17 هيعمل ايه؟ تمام والله كابتن انا هرد عليك يعني رد سريع. اتحاد الكره قبل كده او مرتين او ثلاثه نزل الجدول وبيعدلوا بعدها بساعه. طب وبعدين يا مراد يعني ده كلام يعني ده كلام بقول لك يعني ما هو انا الكره بينزل الجدول وما ده الحاجات اللي بتضايقك كابتن يعني احترام انت كاتحاد كوره. المشكله كابتن بص انا مش بنتقد انا مش بهاجم احمد مجاهد وما بنتقدش احمد مجاهد بس ما فيش لا بس ده موقف يدعو. انا لسه على فكره انا لسه مسقف لهم على موضوع الرابطه وقايل هايل وحاجه جميله جدا وحاجه كويسه جدا، لكن في نفس الوقت واحنا طب بمناسبه الرابطه انا يعني الرابطه هتفعل، انا براهنك من دلوقتي ان الرابطه زي كل موسم رابطه ويعمل انتخابات وبتاع وبعد ولما تنجح والرابطه تتعمل ويبقى لها رئيس. لا بص ساعتها نبقى نتكلم في اللي بعد كده، ولكن ان احنا نصل ان احنا نعمل انتخابات ويتم تحديد الانتخابات وتتعمل ان شاء الله يوم 19 ده شيء جيد. ما شيء جيد يا كابتن ما هي اتعملت قبل كده خلي بالك، بس ساعتها بيقول لك ايه؟
ده قرارات اللجنه، قرارات رابطه الانديه، توصيات مش قرارات رسميه. يعني احنا بتظل تصويات الاول والاخير برضه في اتحاد الكوره، هترجع لنفس الازمه اللي هو الكبيده ولا الفرخه قبل الرسام. فانا يعني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه يا مراد ان شاء الله. وانا بشكرك جدا على كل هذه المعلومات الاستاذ محمد مراد، طبعا نقيب النادي الكبير باليوم السابع. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. زي ما قلت لحضراتكم، هناك حاله استغراب كبيره جدا في موضوع التوقيتات ده، لانه دي حاجات واضحه وصريحه. وبعدين وبعدين طيب، منتخب الوطني سيواجه ان شاء الله ليبيا يوم 9 ويوم 12 اكتوبر المقبل في تصفيات كاس العالم. لو سمحتوا يا شباب لما الماتش يخلص قولوا لي بس، عشان نقول لجمهور النادي الاهلي والنتيجه كام. يعني هو دلوقتي 1-0 لليبيا، متقدمه على انجولا، وفاضل تقريبا اقل من دقيقه وتنتهي مباراه ليبيا وانجولا، وبالتالي تضع مصر او انتهت خلاص، انتهت المباراه 6 نقاط ليبيا في من مباراتين، وهي في صدارة المجموعة. ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني ب4 نقاط بفوز وتعادل، والمباراتين القادمتين هم أقوى مباريات منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية، لأن هم دول المباراتين لو كسبتهم إن شاء الله، إن شاء الله ستصعد إلى شهر مارس القادم والمباراة الأخيرة. مصطفى البدري النهارده في حديثه قال: فضلت عرض الاهلي وحققت حلم امي. قال كده في الموقع الرسمي الحقيقه للنادي الاهلي، واختصوا بهذا الحوار وتحدث فيه عن كواليس المفاوضات، وقال: انا سعيد للغايه بعودتي من جديد الى النادي الاهلي الذي اعتبر بيتي وصاحب الفضل في كل ما وصلت اليه. قال ايضا: لم اصدق نفسي عندما تواصل معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وأخبرني عن رغبة النادي الأهلي في تواجدي في النادي الأهلي مرة أخرى. أكد البدري أنه كان يمتلك العديد من العروض، ولكن يظل النادي الأهلي. وإن شاء الله هنحاول إن شاء الله الفترة اللي جاية نجيب مصطفى البدري معانا يحكي لحضراتكم إيه اللي حصل، لأن الحقيقة الموضوع ده فيه كواليس كتيرة جدا جدا ما قالهاش الحقيقة مصطفى البدري في حديثه مع الموقع الرسمي. فيها كواليس كتيرة جدا يعني الواحد عارفها، فممكن نتكلم معاه فيها خلال الفترة اللي جاية. قال أيضا عفوا ان هو عنده طموح كبير للعب للنادي الاهلي، وقال ان هو سوف يخوض منافسات قويه وصعبه في الموسم الجديد، وقال: انا مشجع للنادي الاهلي منذ طفولتي ولا اتحكم في انفعالاتي خلال المباريات، وان الكابتن محمود الخطيب هو المثل الاعلى والقدوه لانه اسطوره مصر وافريقيا، ووصل الى مكانه فريده في قلوب الجميع وعلى مر الاجيال. النهارده ايضا الكاف بيحتفل بعيد ميلاد النجم الأسطوري الحقيقة محمد بركات، عيد ميلاده 45. أسطورة الأهلي محمد بركات يكمل عامه 45. نتمنى عيد ميلاد سعيد لأيقونة الكرة المصرية. بالفعل محمد بركات أحد أهم وأفضل اللاعبين في النادي الأهلي، وأحد أفضل وأهم اللاعبين في مصر كلها الحقيقة لفترات طويلة جدا جدا جدا. ربنا يديله الصحة، 45 سنة. كل سنة وانت طيب يا بركات، وان شاء الله خلال الفترة القادمة تحقق الكثير من أحلامك. أيضا عيد ميلاد نجم كبير الكابتن ربيع ياسين، وصفحة النادي الأهلي الرسمية بتحتفل بعيد ميلاد النجم الكبير، أحد أهم رموز النادي الأهلي أيضا، وأحد الناس اللي عملت يعني إيه باك شمال. هو كان بيلعب بيمين، ولكن من الناس اللي لعبت باك شمال. لما تيجي تتكلم عن الباك الشمال بتقول ربيع ياسين، وبتقول بعد كده بقيه اللاعبين اللي لعبوا في هذا المكان. برضو كل سنه وانت طيب يا كابتن ربيع، نتمنى له يا رب التوفيق في حياته القادمه المهنيه والشخصيه. عمر عصر يتوج ببطوله افريقيا لتنس الطاوله. طبعا حقق عمر عصر لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني بطوله افريقيا بعد فوزه على اللاعب النيجيري أورونا بنتيجة 4-1. ألف مبروك الحقيقة. تنس الطاولة في النادي الأهلي بتحقق إنجازات رائعة. أيضا مريم الهضيبي وهنا جودة بتتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة، وألف ألف ألف مبروك الحقيقة للاعبو تنس الطاولة سواء عمر أو مريم أو هنا. هو ده تنس الطاوله في النادي الاهلي، وهذا الاداء الرائع والبطولات الافريقيه. الحمد لله بطولتين افريقيتين في اقل من اسبوع، سواء في كره السله او النهارده في تنس الطاوله. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي. ان شاء الله عندنا بطوله يوم
الجمعه القادم سوبر الافريقي في كره اليد، وبعد كده ان شاء الله النادي الاهلي بيعود للمباريات المحليه والافريقيه كفريق كره القدم ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طيب دي كانت اخبارنا النهارده، خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عندي احد النجوم المميزين الحقيقه في الدوري المصري هذا العام، مش هذا العام فقط، ولكن عمرو الحلواني النجم اللي هيكون معايا في الفقره القادمه، واحد من اهم اللاعبين اللي لعبوا ايضا في الباك الشمال، واحد من اللاعبين اصحاب القدم اليسرى الرائعه الحقيقه، كل الفاولات اللي بيحطها اسوان قعد السنه دي في الدوري، او اسوان عمرو الحلواني كان واحد من الناس اللي ساعدت اسوان كتير جدا جدا. عمرو الحلواني من الناس اللي لعبت في النادي الاهلي لفترات طويله جدا، وكان له دور كبير ومهم في مع النادي الاهلي لفترات مهمه. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، احد اهم نجوم نادي اسوان واحد اهم ابناء النادي الاهلي الحقيقه النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني. ازيك يا عمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ حبيبي يا كابتن، كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. وحشني. وانت كمان جدا. انا لابس تيشيرت مخصوص عشانك النهارده. ده شرف ليا يا كابتن. عشانك النهارده قالوا لي عمرو، قلت لهم لا عمرو البس اللي هو عايزه. شرف ليا يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. كله كويس؟ زي الفل. قبل ما نتكلم مع عمرو خلينا نطلع نشوف مشوار عمرو الحلواني منذ البدايه وحتى الان. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى عمرو، يعني الحقيقه مشوار حافل و 35 سنه ولا 36 سنه الحقيقه، واداء رائع لغايه اللحظه الاخيره، يعني او مش اللحظه الاخيره، انت لسه قدامك العمر بسم الله ما شاء الله زي ما انت من ما بدات لغايه دلوقتي. عمرو لعب في كاس عالم للانديه مع النادي الاهلي، ولعب خد بطوله السوبر الافريقي مع النادي الاهلي، ماتش الجيش الملكي يعني الملك اتذكر بتاع كابتن اصل حضر اللي صد فيه ضربه الجزاء ده. كنت انا موجود وكنت موجود في الكاس بتاع كابتن وائل جمعه اللي لعب كره بدماغه مع قدام انبي وكاس عالم الانديه اول مره خالص، كنت موجود وخدنا الدوري ساعتها. السنه دي خدنا فيها دوري برضو، يعني حضرت معاكم يا كابتن اسلام ثلاث سنين. بس انا نفسي تقول لي الحوار اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي في الاوف في بره الهوا، يعني انت كنت بتقول لي كلمه حلوه قوي، تقول لي انا ما عنديش مشكله دلوقتي حالا امضي للنادي الاهلي ولو ببلاش، الانتماءات اتغيرت. والله بص يا كابتن، النادي الوحيد اللي في العالم من وجهه نظر الشخصيه هو النادي الاهلي، انا بعشق النادي الاهلي. في فرق بين لعبت في النادي الاهلي سنين وفرق بين انت متربي في النادي الاهلي. انا متربي في النادي الاهلي، انا رحت النادي الاهلي كابتن سامر عندي 10 سنين. ياه 10 سنين، يعني النادي الاهلي دخلني كنت رايح وانا عندي خمسه، وانا في خمسه ابتدائي. النادي الاهلي حولي لمدرستي وانا في اولى ابتدائي واولى اعدادي، فمن اولى اعدادي ودخلني ثانوي وكليه، وقعدت 10 سنين في النادي الاهلي قبل ما احترف في اليونان، فالنادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا. فده مش كلام، انا بصراحه بقول بجد، يعني النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي انا امضي بلاش وامشي، ماليش دعوه باللي جنبي بياخد كام. يعني اللي جنبي بياخد ملايين ماليش دعوه، انا بحب النادي الاهلي، انا بعشق النادي الاهلي من صغري يعني. فده بصراحه دي حقيقه، مش 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 مجامله ولا اي حاجه. النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن اسلام، واي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي يعني. بس ليه دلوقتي بتقول ان الانتماءات ما بقتش زي الاول؟ الماديات دلوقتي يا كابتن اسلام بقت شغل الشاغل عند الناس. يعني دلوقتي هتديني كام الاول؟ النادي عن النادي هتديني كام الاول؟ ما بقاش حد زي زمان يقول لك انا بحب النادي ده وبعد كده اتعب واشقى وبعد كده اخد اللي انا عايزه. يا كابتن اسلام انا فاكر لما كنتوا انتوا موجودين كلكم، كابتن ابو تريكه وحضرتك وكابتن بركات، كان كل هدفكم، انا كنت صغير ساعتها وقاعد معاكم في الاجتماعات، كان كل هدفكم احنا ناخد بطولات وبعد كده ندور على الفلوس. فلوس هتيجي هتيجي. والله العظيم يا كابتن انا حضرت موقف واحنا صغيرين في الكاس، كابتن وائل جمعه وكابتن ابو تريكه وكابتن نادي خشبه ونزلوا يا جماعه عايزين ناخد الكاس هنشرح الناس وبعد كده نبدا نتكلم في المكافاه، ما حدش بيتكلم في المكافاه غير بعد ما بتكسبوا البطوله يعني. أيوه. دلوقتي الناس بالعكس هتاخد كام وبعد كده هلعب فين والجو ده. فبس يعني. ولكن برضو مع التطور ما تفكرش ان انا طبعا معاك في كل الكلام اللي انت بتقوله، ولكن ما بتفكرش ان احنا يعني برضو ما هو الامور اتغيرت والدنيا اتغيرت وكل حاجه اتغيرت، ولكن يظل انطباع عمرو الحلواني للنادي الاهلي. كابتن تيشيرت النادي الاهلي كبير. انا اصلا لو يعني اي حد بيلعب في النادي الاهلي ده لوحده فلوس. يعني انا شايف كده، ده لوحده فلوس، ده لوحده شهره. يعني الكلمه دي حقيقيه يا عمرو؟ والله العظيم حقيقيه. لا مش قصدي منك، لكن انت اصل الكلمه دي سمعتها من لاعبين كثر يعني طبعاً. وفي لعيبه ثانيه ما خدتش بالكلمه دي. لا 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 حقيقه والله العظيم. النادي الاهلي كبير قوي. ايه يعني الفرق طيب؟
تيشيرت النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن. يعني ما تلعب في النادي الاهلي وتجيب بطولات، لا انت في حته ثانيه. انت بتلعب في احسن نادي في افريقيا، بتلعب في بلد كل معظم الناس كلها اهلاويه بنسبه 80 90% اهلاويين، فانت بتحس ان انت ماشي في البلد. لا انت كبير، انت حاجه كبيره قوي في البلد، لعيب كبير. ما بالك بقى لما بتلعب في النادي ده جوه وكيان، يعني انت مسؤول عن كيان جوه النادي، دي حاجه كبيره قوي يا كابتن. يعني انا وانا صغير كنت حضرتها في الناشئين او 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 لما رحت المنتخبات، حتى في المنتخبات لما بتروح وانت بتلعب في النادي الاهلي، لا انت ليك كيان، ناس بتتعامل معاك معامله ثانيه خالص، ناس في الشارع بتتعامل معاك معامله ثانيه خالص يعني. وانا صغير وانا في المدرسه ولا في الكليه كان يجي يقول لك عمرو حاني لاعب النادي الاهلي. ما يعني فاهم، ده لاعب النادي الاهلي، ده بيلعب في النادي الاهلي. فهتلاقي المعامله اتغيرت تماما من واحد عادي، غير انت بتلعب في النادي الاهلي، غير اي نادي تاني، فاهم قصدي؟ فالنادي الاهلي انا شايف اللي هو يعني كبير قوي قوي قوي. بوابات اصلا، ده دخلت بوابه النادي الاهلي دي كبيره قوي. عمرو برضو مهم جدا، ان برضو ايه الفرق يعني النادي الاهلي ليه مختلف؟ النادي الاهلي بيربيك على المكسب، بيربيك على الاحترام، بيربيك على الادب، بيربيك اللي انت لعيب بروفيشنال، تحترم مدربك، تحترم الناس الموجوده، تحترم الكبير زي الصغير، زي اوروبا بالظبط. انا لما رحت اليونان برضو كان نفس السيستم. انا لما رحت اليونان يا كابتن اسلام ما تعبتش، يعني قعدت اربع سنين ما تعبتش. انا اصلا اوريدي عايش من السيستم من صغري. يعني ما فيش حاجه، يعني ما فيش حاجه اسمها مشكله في النادي. ما فيش مثلا اكلم مع مدرب وحش، ما فيش مشكله مثلا اكلم مع لعيب ويحصل مشكله في التمرين، مستحيل. ومفيش حاجه مثلا انا عايز حاجه ما ينفعش اعدي حدودي في 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 سيستم محطوط. يعني وانا صغير ما ينفعش اروح لمدير القطاع الناشئين مره واحده، ما ينفعش. لازم مدير فني احكي مدير فني، مدير فني يحكي لمدير قطاع الناشئين. هي كده، ده سيستم محطوط ما حدش بيعديه. ففي كان في سيستم انا متربى عليه، فهو بيربيك على حاجات معينه. مفيش حاجه اسمها خساره، مفيش حاجه اسمها تعادل في النادي الاهلي. طول الوقت مكسب، طول الوقت بطوله، طول الوقت انت راسم في دماغك ان انت هتاخد بطوله، طول الوقت في غيره على اللي انت تاخد بطوله، في غيره اللي انت تاخد 3 بونت. وانا صغير يعني في البطولات يعني، لا النادي الاهلي بيعلمك حاجات كتير قوي قوي قوي. الحقيقه كلام مهم جدا وكلام محترم جدا. انت اللي انت برضو كنت بتقول لي ان انت عايش باسم النادي الاهلي لغايه دلوقتي. طبعا طبعا والله. يعني وانا صغير او بمشي في اي حته حاليا، عمرو حاني ابن النادي الاهلي، عمرو حاني لعب في ناشئين النادي الاهلي، عمرو حاني خد بطولات النادي الاهلي لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي ما بمشي في الشارع. يعني اي حد اهلاوي يجي على الرغم ان انت تنقلت في انديه كتير، بس انت متربي فين؟ انت متربي فين؟ والناس اللي الناس الجمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي وبيحب ولاده، فكتير جدا وانا ماشي في الشارع بيعرفوا ان انا عمرو حنقول لك ده ابننا، ده ابن النادي الاهلي. وانا ببقى سعيد جدا اقول لهم طبعا انا يعني ده شرف ليا لما اكون واحد من ضمن الناس دي كتير اللي بيتقال عليا ان انا لعبت في النادي الاهلي يعني. فبتحصل معايا كتير يعني. بتبقى احساسك ايه وانت بتلعب ضد بقى النادي الاهلي؟ النادي الاهلي رباني ان انا اكسب. النادي الاهلي رباني ان انا اكسب. انا موقف انا حكيته مره، كنا بنلعب قدام النادي الاهلي وانا في انبي، وكنا خسرانين 2-0، النادي الاهلي كسبنا 2-0 وجبنا 2-1، وكان في اخر الجون تقريبا خسرنا 2-1. وكنت انا غيران على الفرقه بتاعتي، عايز اكسب عايز اكسب. والله العظيم يا كابتن سالم بعد الماتش جمهور النادي الاهلي سقف لنا بعد الماتش، وسقف لي انا شخصيا. مش مثلا ما قاليش لفظ، قال لي انت ابن النادي، هو ده. اتعب وشقى، هو النادي يعني علمنا على كده. زي المدربين النادي الاهلي بتيجي تلعب قدام النادي الاهلي، ماشي اوكي انت بتحب النادي الاهلي بس انت عايز تكسب طبعا شغل. بس انا جوه، انا بقى بره الكوره انا بعشق النادي الاهلي، جوه ده شغلي. النادي الاهلي يعني ربنا على كده، واللي هو لازم تتعب ولازم تعمل شغلك 100% وبعد كده نتيجه على ربنا. بس عايز برضو اسالك على سر الشورت اللي انت بترفعه على طول. انا عارف ان انت قلت، بس لكن عايز اعرف هو ليه دايما عمرو الحلواني ده من هو صغير يا شباب؟ يعني عارفين يا شباب ده من هو صغير عمرو هو كده، مش مثلا بيخترع الموضوع اليومين دول، لا هو صغير هو كده. هي الناس في الاول كانت فاكراها منظره. بالظبط مش منظره. يعني حضرتك قلت طول عمري وانا صغير في الناشئين انا متعود. ايه ايه يعني بتاخد من تركيزي يعني. هي تعود يعني بتاخد من تركيزي كتير جدا. انا ما عملتش الحركه دي يا كابتن اسلام تحس ان انا مش مركز في الماتش. يعني ممكن فعلا والله العظيم يعني تحس ان انا مركز في الشورت اكتر مركز في الماتش. والله العظيم والله حياه ربنا. بس انا جربت يعني انا جربت في تمرين وجربت، ناس كتير جدا قالت الحركه دي، فانا جربتها ان انا ما اعملش الحركه دي. بس بلاقي نفسي انا مش مركز، بلاقي نفسي لا انا مركز طول الوقت في حركه الشورت. لما لو عملتها كده تفتكر اول مره عملتها ازاي ولا ليه ولا وانا صغير؟ وانا كنت انا صغير يعني وانا صغير عملتها تقريبا عشان كنت يعني كابتن مجدي طلبه تقريبا وهو صغير كان بيعملها برده. فانت كنت تحب كابتن مجدي جدا يعني، وكان مدربي برده وانا عندي 17 سنه ومدرب كان لعيب كبير برده. بس هي حركه لا اراديه والله يعني. انا لعب في اليونان زيك برده كابتن مجدي. هو كان يعني كابتن مجدي برده من المدربين الكبيره وكان لعيب كبير يعني. فكنت على طول بتعمل كده حركه لا اراديه. حتى في التمرين
يعني حتى الناس اللعيبه حتى في التمرين ما بلبس شورت ولا حاجه برضو نفس الحركه، فهي مش ولا منظره ولا اي حاجه خالص، هي بتاخد من تركيزي بس. وايه حكايه الولد الصغير اللي انت شلته بس؟ الولد ده كنا في اسوان، وولد ده عنده السكر، والده متوفي، وفجأة قبل الماتش ساب كل اللعيبه. والله كابتن اسلام جه قال لي كابتن بتلعبوا لاعب غزل المحله، غزل المحله فين؟ قال لي في اسوان. فجاء قال لي كابتن لو جبت جون هتجيلي؟ قلت له والله العظيم اجي لك. قال لي يعني هتكبر بخاطري؟ بنفس اللفظ كده. قال لك ايه؟ هتكبر بخاطره تجيلي؟ هو فاكر ان انا يعني بقول كلمه وخلاص، لو انا هجي لك وخلاص يعني. والله العظيم اجي لك. وانا بقرا الفاتحه هننزل ماتش، والله العظيم يا كابتن اسلام قلت يا رب نفسي اجيب جون عشان خاطر الولد ده. حتى لو انا جبت الجون وانا بجري تلاقيني بقول الولد فين الولد فين، يعني كان كل هدفي اسلم على الولد يعني. فلقيته جاي لي تكبر بخاطره زي ما اتفقت معاه، زي ما قال لي بالظبط. زي ما قال لي بالظبط. وممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى كرمني في الجون ده عشان خاطر الولد عمر. فوفقت يعني عملتها. حتى بعد الماتش كان الحكم مش عارف كابتن محمد شناوي تقريبا قال الولد ازاي يخش ومش عارف ايه، انا ما اعرفش الحاجات دي كلها. فالولد لقيته بيكلمني، عملت عليه قصص اصلا الموضوع. جاب تليفوني وكلمني هو ووالدته تقريبا او خاله، فما تزعلش يا كابتن، تقول ما تزعلش ايه، لو موجود الماتش الجاي وجبت جون هعملها تاني واروح اكبر بخاطرك واشيلك برضه، مفيش مشكله خالص طبعا. كانت حاجه جميله جدا. الا جبر الخواطر كابتن اسلام. عندي دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ايه اللي حصل بقى مع اسوان السنه دي؟ يعني اسوان الحقيقه بالنسبه لنا على الرغم من كان له نتائج جيده جدا طول جداً الموسم، لكن ما تفهمش ايه اللي حصل فيه. بص يا كابتن، هو السنه دي يعني فرقه اسوان برضو الامكانيات الماديه برضو ضعيفه طبعا، الكواليتي بتاع النادي نفسه ضعيف، بس هم اشتغلوا على قد الامكانيات، جابوا لعيبه. طبعا كان معانا كابتن سامي شيشيني في الاول خالص، ثلاث ماتشات وقال لك لعب خمس ماتشات. انا اقصد الاول ثلاث ماتشات كسبان، فقال لك ده هيتصدى. بالظبط، كسبنا انبي وكسبنا الجيش، عملنا حاجه في الدوري المصري حاجه مميزه. بعد كده خسرنا ثلاث ماتشات بعديها، بعد كده كابتن سامي مشي، جه كابتن علاء. صراحه كابتن علاء برضو عمل شويه ماتشات حلوين جدا، وكسبنا فرق كبيره، كسبنا الاتحاد، تعادلت كتير برضو المقاولين، وكسبنا المصري في الكاس، وتعادلنا مع المصري في الدوري، عملنا ماتشات هايله وتعادلنا مع فرق كتيره. بس برضو جه في الدور الثاني حصل بقى ذبذبه في الدور الثاني، وخسرنا كام ماتش ورا بعض. برضو المجلس الاداره اقال كابتن علاء، جه بقى كابتن احمد بيبو اللي هو مسؤول مساعد لكابتن علاء، كان ناقص سبع ماتشات. فهم شافوا اللي هو سبع ماتشات ده هو الوحيد اللي هو ادرى بيهم، عشان هو عارف التفاصيل الصغيره بتاع الفرقه، عارف مين اللي موجود، مين اللعيبه الفت، مين اللعيبه اللي مش موجوده. فحصل سوء توفيق، ويعني انا شايف اللي كان فيه سوء توفيق، بس انا شايف ان اللعيبه كلها والله عملت اللي عليها، بس ما فيش توفيق. طيب بتستعدوا ازاي؟ انت لسه موسم بالنسبه لك ما انتهاش، لانه انت عندك مباراه في قبل النهائي كاس مصر غالبا يوم 2 اكتوبر. 2 اكتوبر النهارده قالوا 2 اكتوبر. نادي اسوان بيستعد ازاي لهذه المباراه؟ على الرغم ان نادي اسوان دلوقتي بيتمرن في القاهره، عاملين معسكر في القاهره، فانا مش عارف هبقى موجود يعني لغايه وقت الماتش ولا لا. انا دلوقتي بشوف ان شاء الله العروض اللي جايه لي. عندك كم عرض دلوقتي؟ عندي 3 4 بسم الله ما شاء الله يعني. الحمد لله يعني. الحمد لله يعني 35 سنه او 36 سنه وبسم الله ما شاء الله ما زالت العروض بتتوالى يعني. الحمد لله كابتن اسلام. بس في حاجه، كان في مشكله، المدربين كانوا فاكرين الموضوع السن الاول قبل الكوره. الحمد لله واحد بيتعب واحد بيشقى، واحد عارف اللي ليه واللي عليه يعني. الحمد لله انا في الجيم كل يوم بتمرن مع مدرب بتاع جيم بتاع تغذيه، فانا محافظ على نفسي كويس جدا. فموضوع السن يعني حطه على جنب، انت شغال. الحمد لله السنه ده كابتن اسلام لعب 33 ماتش من 34 ماتش، الحمد لله مرعبين، 90 دقيقه. كم جول كمان؟ جايب 6 جوان وعامل 11 اسيست. لا يعني جوال ايه بقى؟ معلول الحمد لله رب العالمين. يعني معلول بعدين عمرو حلواني، وانا الحمد لله بعديه يعني. الحمد لله بفضل الله. فده يدل ان انت يعني واقف على رجليك، ده يدل ان انت فت الحمد لله رب العالمين، ده يدل ان انت بتذاكر، ان انت شغلك الكوره. انا شغلتي الكوره يا كابتن اسلام. فموضوع السن انا راكنه على جنب خالص وبشتغل وبعمل اللي عليا. بسم الله ما شاء الله مش باين عليك يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب زي ما انت يعني. من ساعه ما شفتك وانت ولد صغير يمكن الدقن بس. ما انا كابتن بحافظ على نفسي، انا بحب الكوره كابتن. في فرق بين انت تلعب كوره، فرق بين تشتغل كوره. انا بشتغل كوره كابتن. فطالما انت بتشتغل حاجه بتحبها كمان، بتشتغل حاجه بتحبها يعني. يعني لعيب الكوره ده لازم يكون بيحب الحاجه اللي هو بيحبها. بتشتغل كوره يعني لازم تبقى شغالها باسلوبها كلها، باكلها بشربها بتمرينها بالحاجات اللي ناقصه تعملها بوزنك بكل حاجه بكل تفاصيلها يعني. عشان ربنا يكرمك، عشان ما توصل لسن معين ربنا يكرمك يعني. اسوان مره تانية، بتفتكر الهبوط ده هيؤثر عليه بشكل او باخر؟
احنا دايما متعودين اسوان ينزل سنه يطلع اللي بعدها، هيطلع السنه الجايه ان شاء الله عشان خاطر اسوان برضو في الصعيد، دوري الصعيد برضو في القسم الثاني مش بنفس القوه بتاعه القاهره او بنفس القوه بتاعه بحري، فبرضو اسوان في الصعيد يعني فرقه تقيله جدا طبعا. جدا هم جايبين لعيبه دلوقتي كويسه، عم تعادوا مع شويه لعيبه كويسين جدا في الصعيد، بس انا شايف ان السنه الجايه وباعوا الايام اللي فاتت دي 3 4 لعيبه برضو بفلوس كويسه، باعوا شبانه للزمالك، باعوا احمد الصغير الفاركو، باعوا كذا لعيب كده بفلوس عمرو الحلواني لسه ان شاء الله باذن بس الله. انت مش هتكمل في اسوان؟ لا مش هكمل في اسوان. يعني خلاص ده قرار؟ لا قرار، مش هكمل في اسوان، وانا اتكلمت مع مجلس اداره ناس محترمين جدا، فان شاء الله في اي حاجه تيجي ان شاء الله متفق على مبلغ معين كده ان شاء الله ندفعه وامشي باذن الله، اروح الحته اللي ان شاء الله ربنا يوفقني فيها. يعني تقدر تتكلم ولا لسه شويه؟ لا في بس مش هينفع عشان في كذا حاجه، فمش كذا عايز حاجة. لسه بتختار حاجه في كذا حاجه كويسه جدا وحاجات محترمه جدا ومع مدربين كبار كلهم يعني. فلسه لم تقرر؟ لا لسه بنظبط. بنظبط الديل. ما هو لازم عشان تختار النادي يا كابتن سليم نشوف انت هتلعب ولا مش هتلعب، النادي اللي موجود ده المدير الفني الكبير اللي معاك يعني عايزك قوي ولا لا، هتستفيد النادي ولا لا، انا رايح يا كابتن اسلام عايز العب. انت خلاص لسه عندك الشغف ده يا عمرو؟ يعني 35 سنه ولسه 35 سنه وعندك الشغف ده؟ عايز تلعب؟ طبعا هلعب واكسر الدنيا كمان. مش مقضيها فلوس يعني؟ مش فارقه معاك يعني؟ طبعا مهمه يعني الفلوس وكل حاجه، ولكن في النهايه انت عايز تلعب. عايز العب كوره، انا عايز العب كوره عشان بحب الكوره. فالسنه الجايه ان شاء الله الرحمن اروح النادي افيد النادي الاول واحس ان انا هلعب. يعني السنه دي ان شاء الله عملت 11 اسيست، السنه الجايه اعمل 12 و13، والمشكله ان شاء الله طالما واقف على رجليك ما عندناش مشكله. كريستيانو رونالدو راح اقوى دوري في العالم كده وعنده 37 سنة. ما عندوش مشكلة وعنده طموح. يعني معنى كده ان انت ممكن عايز ارجع الاهلي تاني؟ ده شرف ايه؟ انا بقول لك النادي الوحيد اللي امضي فيه ببلاش وامشي. ما عنديش مشكلة خالص والعب وماليش دعوة باللي جنبي، اللي جنبي بياخد ملايين ماليش دعوة، انا ليه هدف للنادي ده كبير قوي بالنسبة لي. يعني لو رحت علي معلول مثلا فانت هتلاقي علي بيلعب مش هتلعب؟ علي معلول ده احسن باك ليفت في افريقيا. بس ايه المشكله؟ اتمرن واتعب ونشتغل مع بعض، مفيش مشكله. محمود وحيد طبعا كلهم لعيبه كبيره، لعيبه النادي الاهلي لعيبه مميزه. لعيبه جامده جدا، وعلي معلول براند، انا شايف اللي هو لعيب براند يعني فاهم، بس تشتغل وتتعب مفيش مشكله خالص وتلعب. بس كونك بتلعب او عمرو الحلواني في كل الانديه اللي انت لعبت فيها انديه اقل تاريخا يعني من النادي الاهلي، مش اقل في حاجه ولكن اقل تاريخا يعني من النادي الاهلي، فان انت تعمل الاسم ده وتظل محتفظ بهذا الاسم للفتره دي كلها اعتقد ده شيء صعب جدا. جدا يا كابتن. جدا جدا يا كابتن اسلام. تعب، انت حضرتك عشت التجربه دي، حضرتك لعبت برضه سن كبير وشفت لما تطلع بره النادي الاهلي ايه اللي بيحصل، الامكانيات كتير، فرق كبير جدا 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 في كل حاجه. فتعب، بس انت لازم تبقى انت عايز، انت اللي موجود، انت اللي عايز، انت قدامك هدف معين، انت مش باصص لحاجه غير الهدف بتاعك انت عايز توصل له يعني. في اي نادي بقى؟ في اي حته. في اسوان بقى، في الحرس، في اي حته، انت عايز ايه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط؟ عايز توصل تبقى رقم واحد في مكانك، عايز توصل لهدف معين، عايز توصل تبقى الناس كلها تتكلم عليك كويس بايجابيات، فهو ده اللي انا كنت بسعى له على طول وبشتغل عليه. الفاولات عمرو الحلواني يعني متخصص، او يعني انت جايب 6 اهداف، 6 اهداف من فاولات جايب ضربه جزاء وخمس فاولات ماشي الحمد لله يعني. لكن الفاولات كمان اصعب يعني، نقول ضربات الجزاء ماشي، لكن الفاولات دي انت بتحطها بنفس الحته بنفس المكان بنفس الاتقان، والناس عارفه انها حطها، والناس عارفه انها حطها. احنا لسه كنا بنشوف واحده فقلت لك صعبه قوي وانا عارف ان والحارس نفسه عارف انها حطها هنا ودخلت. في موقف ماتش البنك اللي جبت جون في الدقيقه 95، اللعيبه بتاعت البنك لعيبه كبيره طبعا، قالوا للجون خد بالك هيشوطها في الحته دي، قال لهم على جثتي لو دخل الجون، ودخل الجون في الدقيقه 95. ده برضو يا كابتن سامي، دول اللي انت عندك 35 سنه والدقيقه 95 والتركيز ده وتجيب جون بالطريقه دي، طب الحمد لله 400 ده كرم من عند ربنا يعني، اللي انت لسه واقف على رجليك لسه عايز. انت بتشوط الفاولات دي من امتى يا عم؟ من زمان وانا صغير. انا كنت انا وكابتن مجدي طلبه بننافس بعض على طول وانا صغير، وانا عندي يعني طول عمرك على طول. على طول انا، والحمد لله هي موهبه يعني، الحمد لله موهبه طول عمري يعني، بس لازم يا كابتن تبقى تراها على طول. على طول انا كل يوم في التمرين 10 15 كوره كل يوم في التمرين. ضم اخبارها ايه؟ عشان في الجيم بسببها على طول. الضمه الباكات تحديدا والناس اللي مش اي حد يعرف المعلومه، الضمه لا الضمه في الحاجات لازم دي لازم تقوي الضمه كويس جدا، لازم تقوي الاماميه كويس جدا، لازم تقوي الخلفيه كويس جدا، فعلى طول في الجيم عشان توصل بالقوه اللي انا عايزها يعني. فبتمرن عليها على طول. وفي حاجه برضه كابتن، الناس فاكره اللي هو زي ما حضرتك بتقول اللي هي هشوطها هنا يبقى في الزاويه دي، خالص انا كل كوره كل فاول على حريه معينه انا ببص، انا اللي بكرر. هشوف هشوطها هنا، شوطها هنا، الحيطه واقفه ازاي، الطويل القصير، جون واقف ازاي، شوطها من بره، شوطها من جوه، يعني ماتش لا هي بتوصل
الاتقان ده ان انت شايف واحد في النص قصير فبتحطها من فوقيه؟ احطها من فوقيه، احطها من بره يعني. ماتش حضرتك لو جبت ماتش الجونه في الكاس في الدقيقه، الكره اللي لفت من بره ودخلت دي، انا حاططها كده عشان عارف ان الجون واقف بطريقه معينه ومتمرن عليها كذا. حتى في التمرين انا كل هدف في التمرين ما اجيبش جون خالص يعني. في التمرين ما اجي اتمرن عليها مش دماغي ان انا اجيب جون، انا في دماغي ان انا اشوطها في حتت معينه توصل في حتت معينه كمان هنا. يعني انا في التمرين مش في دماغي الجون اكتر من في دماغي اوصلها حاجات معينه انا عايزها يعني. يعني انت بتحط هدف او نقطه وبشوط عليها بالظبط. تيجي بقى يعني انا عايزها هنا، مش مشكله جون، عشان في الماتش تبقى اسهل. في الماتش اسهل. فاهم قصدي؟ اما في التمرين صعب. تفتكر افضل فاول عملته في حياتك؟ في حياتي فاولات كتيره جدا، بس اكتر فاول انا بحبه قوي السنة اللي فاتت مع المقصة، حرس والمقصة. كنت احتياطي، كنا خسرين 1-0. ده كان في اسكندرية. اسكندرية. افتكرت الجول ده. فنزلت الفاول، أول ما نزلت بخمس دقايق جالي فاول. وده في الآخر كمان. كان في الدقيقة نزلت في الدقيقة 75. كنا خسرين 1-0 مع كابتن إيهاب جلال كان ماسك المقصة وكابتن حليم كان ماسك الحرس يعني. كنا محتاجين الماتش ده بأي طريقة يعني الحرس. يعني تعادل كويس أو نكسب يعني. فنزلت أول ما نزلت خمس دقايق جالي فاول بره 18 كده، فحطيته. كان محمد حمدي جون، حطيته حلو قوي، شال المقص. بقيت زعلان زعل غير طبيعي. بعديها بخمس دقايق جالي نفس الفاول ونفس الناحيه الثانيه، لا نفس المنطقه برضه، نفس الفاول ونفس كل حاجه، حطيتها زيها في المقص برضه. فكان فرحه بالنسبه لي اللي هو فاولين بنفس الاتقان وتيجي الحمد لله يعني تيجي جون تاني. فده بيبقى مش يعني ده توفيق من ربنا قوي طبعا، وده اتقان وده شغل. مش صدفه يعني. بتفضل تشتغل انت على الموضوع ده على طول. على طول. على طول. كابتن مجدي طلبه بالمناسبه من ان هو مثلك الاعلى يعني في المواضيع دي، كابتن مجدي طلبه كان بيجيب اجوان من كورنرز. ما فكرتش؟ بس في التمرين بعملها، بس دلوقتي صعب. عشان دلوقتي صعب. في القرارين دلوقتي خلاص الاجوان بقت عارفه وواقفين واحد في على العارضه، بقت صعبه يعني. بس ممكن من جنب الكورن ماشي، اوكي مفيش مشكله، عملتها قبل كده في ماتشات وديه وماتشات في التمرين. الحاجات اللي التمرين الحاجات دي ممكن اعملها في التمرين والجو ده. بس في الماتش الرسمي الناس مركزه معايا دلوقتي. اسلام باجي العب دلوقتي فاولات ولا قرارين السنه دي، كميه الناس اللي مركزه معايا طبعا غير طبيعي. حتى طبعا. الحكام دلوقتي تبقى الموضوع اصعب، اصعب جدا. حتى الحكام الحكام دلوقتي بقت تركز معايا حتى المنطقه. يعني مثلا في فاول بعد نص ملعب شويه يقول لي لا وهنا، اقول له طب ايه المشكله انت نص ملعب؟ يقول لي لا انت خطر بالنسبه لك انت. والله العظيم حتى اللعيبه اللي في اللي قدامي يقول لك لا انت ممكن تحطها في اي حته، العبها في مكانك، العبها في مكان ممكن تحطها مكانك يعني. صعبه في اي حته يعني. فالناس بقت تركز معايا بطريقه غير طبيعيه. فده برضه عايز شغل اكتر. اللي انت تبقى مركز اكتر عشان دلوقتي كل الناس او كل الانديه جايه تلعب اسوان او تلعب الحرس، تقول لهم خلي بالكم عشان الكوره ثابته، خلي بالكم من القران، خلي بالكم من الحاجات الثابته كلها خطر يعني. فده برضو بيدل اللي هو اللعيب بيبقى واقف على الحيطه بيبقى مركز قوي، الجول نفسه بيبقى مركز قوي طبعا. فانت بتعمل مجهود زياده عن اي حد. لو اي حد غيري هيقف عادي ويشوط عادي، اما انا طول ما انا واقف لا الناس بتركز معايا بزياده، انا بلاحظها كتير يعني. فالحمد لله. كريستيانو رونالدو والفاولات اللي بيعملها، ميسي خلينا يعني طبعا. انت اقرب بما انك بتلعب بشمالك مش اقرب ولا حاجه. لا بميسي يعني. مسافه بعيده قوي. لا ده مسافه طبعا. لا ميسي يعني ده لا طبعا على ايه. ده ميسي وكريستيانو دول في حته ثانيه يعني. ميسي يعني انت انا بشوف انت بتعمل الحاجات دي يعني بتحاول تقرب منه. لا مش بحاول، هو في حته ثانيه يعني برضه. هو يعني في حته ثانيه بس اهو يعني ريحته. ريحته مثلا. لا ميسي وكريستيانو الاثنين بيعملوا حلو قوي. ميسي كان في مره في حوار بيقولوا له ايه احسن، ايه احسن حاجه نفسك تعملها؟ قال لهم نفسي اوصل للفاولات اللي انا اعملها 10 من 10، انا بعملها 6 من 10. شوف الفاولات دي كلها. بالفاولات دي كلها. فما قصدي شوف الطموح وشوف الفكره يا كابتن اسلام. قال لهم انا نفسي اعمل. انت وصلت لكام من 10؟ لا بالنسبه لميسي؟ لا مش بالنسبه، بالنسبه لنفسك. يعني والله ما عارف يعني انت من 10 بتجيب كام؟ ما فكره حلوه على فكره. من 10 ممكن اجيب 4 يعني 5 مثلا، ممكن 5. ممكن 5 فعلا. نفس الكوره، نفس الكوره في لو احنا بقى بنلعب في التمرين تحدي، لا بركز. تركز قوي بجيب يعني. الحمد لله رب العالمين يعني. هنكمل كلامنا، كلام ممتع مع عمرو الحلواني، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عمرو لعبت شويه في اليونان طبعا. قد ايه؟ اربع سنين. خمس سنين. اربع سنين ونص. اربع سنين ونص. لا من احسن السنين اللي لعبت بيها كوره برضو في اليونان. كانت جميله ورحت برضو اليونان كانت اسلام في عزها لما كانوا لسه واخدين اليورو، وكان اليونان حاجه كبيره جدا. 2008 2009 اعتقد كان ريفالدو اعتقد ساعتها بيلعب في الدوري اليوناني، ويايا توريه واسماء كبيره جدا. كل ده لعبت قدامهم. كل ده لعبت قدامهم فعلا؟ طبعا. كانوا بيلعبوا في اولمبياكوس، كل ده لعبت قدامه يعني. رحت شهر 6 2006 وجيت شهر 6 2010 امبي.
على امبي على طول. على امبي على طول. بس الاربع سنين ونص دول اعتقد استفدت منهم كتير جدا جدا جدا. لا برضو اوروبا برضو كابتن اسلام انا رحت وانا صغير، انا عندي 20 سنه، لا اتعلمت برضو حاجات كتير، اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت برضو الثقافه هناك، وتبقى برضو كده كده انا اوريدي وانا في النادي الاهلي متعلم اللي انا لعيب بروفيشنال، عارف اللي هو اللي عليا ده ساعدني لما رحت اليونان، اللي انا برضو ما احتاجتش عشان كده تطورت بسرعه معاهم، بسرعه جدا وخدت عليهم بسرعه جدا. وايه اللي خلاك ترجع بقى؟ اللي خلاني ارجع والدي توفى في شهر 3 في 2010، فرجعت هنا فوالدتي قالت لي لازم تكون موجود معانا حتى الفتره دي ومتعرفش. اصل كنت عارف ان هم عايزينك يعني عايزين جدا. كنت انا اصلا كابتن اسلام كنت مقرر ما ارجعش مصر اصلا، يعني كان ساعتها السنه دي والله العظيم كان عندي عرض في المانيا، نادي اسمه كوبلينز في المانيا، وخلاص كنت هخلص وكل حاجه تمام. بس بقى لما والدتي كلمتني ربنا يديها الصحه يا رب، يعني حاجه وفي جنب كتير جدا جدا جدا، وابويا ما تقدرش تقول لا طبعا طبعا، يعني الحاجه امي كده ربنا بيكرمك معايا جدا. لا امي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، ربنا يخليها الصحه يا رب. فقالت لي عمرو لازم تكون موجود مع اخواتك، فانا يعني حسيت ان هم متاثرين قوي يعني فاهم، فقلت خلاص انا خدت قرار ان انا هنزل يعني وخلاص، وهنزل مصر يعني. هتنزل ولعبت مع امبي؟ ولعبت مع امبي. كابتن علاء صادق بقى كان هو مدير مساعد مدير كان ناشئين مع كابتن محمد رمضان وانا صغير، فهو اللي مربيني، وكابتن ضايا السيد كان مدربي في الناشئين، فهم ماسكين في امبي ساعتها، كان معاهم مدرب بلغاري وهم كانوا ماسكين، فكابتن علاء كان مدير كوره فكلمني قال لي عمرو انا عايزك معانا في امبي وكده. فطبعا عارف الامبي برده فريق كبير منظومه، يعني اللي خلاني برده اوافق ساعتها انا مش عارف امبي كويس، كابتن علاء صادق يعني عارف اللي هو برده فكره في كوره، راجل ملتزم يعني برده فكر النادي الاهلي يعني عارف اللي واللي عليه، فوافقت على طول. هو كابتن ضايا السيد بصراحه. قبل الحقيقه ما نسيب بس قصه اليونان، حد عامل لك رساله مهمه جدا، احد المدربين اللي كانوا موجودين معاك في فتره في اليونان، خلينا نشوف هذه الرساله ونرجع نكمل معاك مره ثانيه. ماشي. Yes, I remember I'm from Ethnikos Piraeus. He was one of the best player in my team, and of course he was maybe one of the best characters with a very good quality, and I believe that he continued his career now in Super League of Egypt, and I wish to him the best. ميكيليس اعتقد مدير فني قعد معاك فتره كبير ده. سنه تقريبا قعد معايا سنه، بس مدرب كبير يعني فكره في الكوره بصراحه عالي جدا، وكان من الناس اللي بتدعمني دايما وبيحب مصر، بيحب مصر قوي، وكان دايما بيتكلم معايا في الكوره ودايما كان بيطورني في الكوره، وده برده من الناس اللي كان بعد كل تمرينه يخليني اتمرن على الفاولات والكوره الثابته والله على طول على طول. هو عارف اللي انا كنت موهوب في دي، فدايما كان بيمرن عليها وعلمني كتير. الراجل ده برضو اتعلمت منه كتير جدا جدا جدا، مدربين الهايله وانا بشكره جدا جدا يعني. طيب امبي بعد بقى محطه امبي قعدت قد ايه في امبي في الفتره دي؟ تسع سنين. تسع سنين انا ورامي صبري كنا كباتن فرقه اخر اربع سنين يعني. فتره طويله جدا. برضو انا قعدت في امبي، برضو امبي منظومه كابتن سلام، يعني ما عندكش مشكله، ما عندكش مشكله خالص ولا ماديه ولا معنويه ولا في التمرين ولا في اي حاجه خالص، انت كل حاجه متاحه ليك. فانا كنت مبسوط بصراحه في نادي انبي، ما عندناش اي مشكله خالص اللي انت تمشي من النادي. فخلاص فتسع سنين قعدت في النادي تسع سنين. مشيت عشان خاطر كابتن علي ماهر جه انبي. انت عايز تعرف مشيت ليه صح؟ هرجع لك طبعا. مشيت ليه؟ فكابتن علي ماهر مسكنا في انبي من سنتين كده، مسكنا ست شهور بالظبط. فجه اول لما جه كنت بلعب معاه مفيش مشكله خالص، جه اخر ست سبع ماتشات كابتن سلام ما لعبتش، ما كنتش بلعب خالص. فانا مش عمرها ما حصلت لي في النادي، بقالي تسع سنين في النادي عمري في حياتي ما كنت قاعد احتياطي ولا بره خالص؟ كنت بقى باحتياطي وبره. فانا صعبه دي برضه، صعبه قوي. لا وانت كمان كابتن فرقه انا ورامي وفي لعيبه صغيره معاك، وانا كمان من الناس اللي انا ما بتكلمش خالص، وكمان لازم تحافظ على الفرقه، ما ينفعش اروح اتخانق مع مدير، مستحيل اتخانق مع مدير فني لا ما العبش ليه او اروح اتكلم حتى معاه. فاللعيبة الصغيرة مش شايفاك اللي انت ملتزم في كل حاجة، فعمر في حياتي ما كلمت، بس انا ببقى زعلان من جوه يعني طبعا. ف يعني كنت بتمرن كويس جدا والله العظيم وكل حاجة، فالسنة خلصت قعدنا في الدوري. كنا بننافس على الهبوط يعني، كنا ماشيين وحش، فقعدنا في الدوري، كنا بنلعب المقاصة. تاني يوم الصبح على طول رحت لرئيس النادي استاذ زكريا السيد، تاني يوم رحت له الشركة قلت له بص يا زكريا النادي ده خيره عليا جامد جدا، وانا
تسع سنين في النادي موجود اساسي بصفه اساسيه، مفيش ماتشين من تسع سنين طلعت بره سكور خالص. يعني انا يعني في تسع سنين مثلا قبل ما كابتن علاء يجي، ما قبل كابتن علي ماهر ما يجي مثلا، طلعت ماتشين في حياتي في التسع سنين كلهم، تسع سنين في حياتي ماتشين بس بره السكور في حياتي يعني. وبس فطلعت مع كابتن علي ست ماتشات ولا سبع ماتشات، فليه يعني؟ فما كنتش يعني مش عارف السبب يعني. فهو ليه وجهه نظر طبعا، مدرب كبير يعني ليه وجهه نظر طبعا تحترم، حر طبعا، هو حر طبعا، انا ما عنديش مشكله، انا لعيب محترف وما عنديش مشكله خالص يعني. فانا حسيت اللي هو يعني كابتن علي ممكن يكمل السنه اللي بعديها، فانا رحت قلت لاستاذ زكريا لا انا بحب الكوره وعايز العب، فلو كابتن علي موجود السنه الجايه انا بكل احترام وبادب، هو راجل مدرب كبير جدا والنادي ده نادي كبير جدا، فانا عايز اخد خطوه يعني اطلع بره النادي عشان العب واثبت للناس كلها واثبت لنفسي انا لعيب جامد يعني. لسه عايز العب وكل حاجه. فالزكريا بصراحه هو كابتن عبد الناصر محمد بصراحه تفهموا الموقف جدا جدا، والناس يعني بتحبني جدا وانا بقدرهم، فقالوا لي خلاص ماشي يا عمرو، حتى مشيت من غير فلوس، انا كنت لسه مجدد. قلت لهم قالوا لي يا عمرو اللي انت عايزه اعمله بصراحه يعني، فمشوني وخدت كل مستحقاتي. ناس محترمه، نادي انبي الحقيقه المسؤولين في نادي انبي ناس محترمه جدا. كابتن اسلام كل حاجه خدتها، اتصلوا بيا ورحت قعدت معاها وكل حاجه خدتها، وحتى كمان قالوا لي عمرو شوف النادي اللي انت عايز تروحه فين، احنا معاك من غير بيع وشراء عشان انت اديت النادي كتير يعني بصراحه يعني. فكابتن طارق العاشر كان ماسك خمس حدود، وكابتن طارق العاشر مسكني ثلاث مرات في انبي وعارفني، فانا عايز اروح يا كابتن اسلام اشتغل، عايز الناس اشتغل لا والعب، مش لسه انا في السنه دي اتعرض عليا ناديين ثلاثه برضو، بس المدربين انا ما اعرفهمش يعني، لسه هنروح نكتشف بعض لسه طريقه لعبي انا. اما كابتن طارق العاشر انا عارف هو اسلوب لعبه ايه، وانا هخش على طول من تاني يوم هشتغل على طول طريقته يعني. طريقته يعني. وكابتن طارق كمان كان طريقته بتعتمد على الكورات الثابته، الكروسات الكتير، الاوفرات، فكان بتمشي معايا كويس جدا. وكابتن طارق هو مدرب يعني، فكلمني كابتن طارق في التليفون قال لي عمرو انا عايزك معايا في حرس الحدود وعايزك تكون موجود. قلت له يا كابتن انا معاك، ورحت قعدت معاه في الفندق فعلا وخلصت كل حاجه. وكان على طول من تاني يوم على طول نزلت التمرين، قلت له ان شاء الله هعمل حاجه السنه دي، عايز اشتغل وعايزين نعمل حاجه جامده جدا. قال لي ان شاء الله انا واثق فيك واثق في قدراتك، وان شاء الله تعمل موسم كويس ونعمل موسم كويس. الحمد لله اول اربع ماتشات اربع تجوان. الحمد لله اربع مين. انا السنه اللي فاتت جايب ثمان تجوان وعامل سبع اسيست، عامل موسم الحمد لله السنه اللي فاتت برده كويس جدا يعني. فاجوان الحمد لله. فطبعا بدات بقى يعني انا اقول للناس انا موجود، انا مش انا ما يعني انا ما لعبتش الست ماتشات اللي طلعتهم بره سكور دول، ده هو وجهه نظر غير فني بقى. كنت ما بنامش والله ما بنامش. انت متعود طول عمرك بتلعب يا كابتن يعني، انت صغير في الناشئين بتلعب، متعود تلعب منتخبات، ما رحت اوروبا برده بتلعب، لما جيت انبي بتلعب، فصعب قوي بالنسبه لي. وانا لسه قادر، ما انا لسه قادر يعني، انا ما كنتش قادر. ده دليل، ده اللي انت بتعمله ده الحمد لله رب العالمين يعني، الحمد لله ده توفيق عند ربنا كابتن اسلام والله. فاخدت الريسك وخدت الباور وقلت وخليت على الله، وقلت يعني عندي الشخصيه اللي انا اشتغل واتعب وكده، وربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني قوي يعني، اوسع كرم يعني. ولعبت مع كابتن العشري، لعبت مع كابتن العشري لغايه لما هو كنا ماشيين كويس قوي 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 لغايه الدور الاول. كابتن طارق جاله عرض في المصري مشي، كابتن حليم مسك بقى والكورونا جت، قعدنا حوالي اربع شهور ولا حاجه ما الدوري كله موقوف والبلد كلها موقوفه. رجعنا بقى في شهر سبعة تقريبا الدور الثاني، الدور الثاني بقى يعني الحرس ما ظبطتش بقى، ما ظبطتش خالص عشان اللعيبه كانت كتيره بقى في كورونا والحكايه والروايه. رجع الكابتن طارق برضو اعتقد، رجع كابتن طارق بعد ما كابتن حليم برضو كان في سوء توفيق سبع ماتشات، كابتن طارق رجع حوالي خمس ماتشات ولا حاجه. بس هو برضو كابتن طارق لما رجع كابتن اسلام كان ماتش اسوان 3-2 3-2 صح 3-2 صح. هو ده اللي في اسوان، لا كان هنا في العباسيه، كان هنا في العباسيه السنه اللي فاتت. بس هو كابتن طارق برضو لما جه كان كل ثلاث ايام ماتش، فهو حتى ما خدش راي يعني، ما خدش حاجه، هو جه قعد شهر واحد في خمس ماتشات، فكسبنا ماتش وتعادلنا ماتشين وخسرنا ماتشين، فحس كابتن طارق حس ان الدنيا هتبقى صعبه جدا فمشي. وكابتن حليم جه بقى كمل اخر ماتشين الزمالك والجونه يعني. فبس يعني. وبعد كده رحت اسوان، بعد كده رحت اسوان. جالي عروض السنه اللي فاتت، بس انا كنت عامل موسم كويس الحمد لله. 400 المدربين، كميه المدربين في الدوري، عمرو لعيب مميز وكل حاجه، بس سنه بالظبط 34 سنه كبير يعني. فانا حتى كنت يعني انا كنت زعلان، هي انت ليه في مصر مقيمين اللعيب بالسن؟ قيمه بالورقه وبالقلم يعني. يعني عملت كام ماتش السنه دي؟ لعبت كام ماتش 90 دقيقه؟ عملت كام اسيست؟ جبت كام جول؟ ده المفروض 90 دقيقه ولا ما لعبتش 90 دقيقه؟ بتقدر تكمل الماتشات كلها ولا لا؟ السيزون كله عملت قد ايه؟ اصاباتك قد ايه؟ كل ده لازم يبقى. انا كان مانويل جوزيه مره وقعد معايا بعد ما مشيت من النادي قال لي انت ما عشان انت كنت في الاخر ما بتلعبش وماتشاتك كتير وبتاع وبتتصاب كتير ومش عارف ايه. فانا رحت حرس الحدود برضو بالمناسبه ثلاث سنين، خدت اثنين كاس وواحد دوري وواحد كاس سوبر،
في الفترة دي. فلما قعدت معاه بعد كده قال لي انا ما يعني طبعا انت عارف ان هو راجل دماغه كبيره جدا يعني مانويل جوزيه يعني انت قعدت معاه اعتقد سنتين قعدت سنتين هو اللي طلعني الفريق الاول انا وحسام عاشور طبعا يعني ده كانت حادثه كابتن اسلام لما كنت في الناشئين انا وحسام عاشور لما طلعنا احنا الاثنين فريق اول كان حادث في القطاع الناشئين هو مستر مانويل جوزيه ما هو بيحبش الناشئين خالص يوم طلع عمرو حلواني وحسام عاشور ده كانت حاجه يعني وفعلا بصراحه وقف جنبنا جدا واول ما طلعنا قال لنا انا بثق فيكم جدا وانا مقتنع بيكم وما طلعش اي حد غير اللي يكون لعيب مميز ولعيب بيحب النادي وانا شايفكم اللي انتوا هتبقوا مستقبل النادي هو راجل بصراحه راجل ساحر يعني بصراحه يعني هنكمل كلامنا عن مانويل جوزيه وعن النادي الاهلي ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عمرو برضو قبل بس ما اسالك عن مانويل والفتره اللي كنت فيها موجود مع مانويل انت جبت جوان برجلك اليمين؟ جبت جون في المقصه السنه اللي فاتت بس المقصه والحرس جبت جون حلو برضه الحمد لله والله ازاي مع ان انا عارف ان هي لا ما فيش بس موجودة. هي من عند ربنا جات لي كده متشيطه لقيتها جون قلت طب الحمد لله من عند ربنا من عند ربنا من عند ربنا ارجع تاني اخدك للفتره اللي كان فيها مانويل جوزيه مدير فني يعني انت بتتكلم عن حسام عاشور وهو واحد من الناس اللي ساعدت حسام عاشور جامد جدا ان هو يبقى موجود في الفرقه لغايه لما مشي من النادي الاهلي ايه اللي حصل ايامك انت مين اللي كان بيلعب في الوقت ده انا مختلف انا مختلف عن حسام عاشور حسام البوزيشن بتاعه ما كانش فيه كتير اللي هو الديفيلوبر كان هو وشوقي وحسن كان هو وشوقي وكابتن نادي خشب كان كابتن نادي كبير. كان بيبطل كان كبر بقى كان كابتن مستر مانويل جوزيه كان بيحب حسام طريقه لعب حسام برده السهل الممتنع بيدافع كويس جدا والسهل الممتنع والباص لمسه الوان تاتش والتو تاتش انا قصه ثانيه كان مين بقى كان في غلان مين كان جيلبرتو ومحمد عباب الله يرحمه وكان ساعتها كابتن محمد عماره ولما طلعت كان هو موجود واحمد ابو مسلم اربع لعيبه وانا اصغر واحد فيهم فخد فكانت العمليه صعبه صعبه جدا صعبه وكمان كابتن مستر مانويل كان بيلعب بثلاثه اربعه ثلاثه يعني فهو لعيب واحد بس هو اللي يبقى ناحيه الشمال مفيش بقى باك وهاف زي دلوقتي مثلا باربعه اربعه اثنين مثلا في باك وهاف لا هو كان بيلعب بثلاثه اربعه ثلاثه فمثلا كابتن سام هو ياخد الخط كله جيلبرتو ياخد الخط كله فواحد بس من الاربعه او من الخمسه يلعب فكان موضوع صعب جدا موضوع صعب جدا وكمان انت كان معاك جيل انا يعني كنت بتمرن مع جيل تقيل قوي كابتن تقيل لعيبه تقيل انا اصلا مجرد ان انا انزل التمرين معاهم ده حلم بالنسبه لي يعني. طبعا يعني انت اتمرنت مع عماد النحاس مثلا طبعا عماد النحاس لما بتشوفه بقى هو كمدير فني للمقاولين وانت بتلعب بتحس بايه يعني دايما كل ما بيشوفني يعني بقابله يقعد يقول لي خد بالك انت لقيت معايا خد بالك انت لقيت معايا كابتن عماد بصراحه يعني خدها واحده واحده كابتن عماد عامل شغل مدرب كبير قوي بصراحه وخدها واحده واحده وفي اسوان بدا في اسوان بدا هو يعني هو اللي عمل خد بالك كابتن عماد تعب يعني خدها في اسوان وبعد كده مسك طنطا وبعد كده مسك الشرقيه وبعد كده راح المقاولين كانت المقاولين بتنافس على الهبوط بقى له اربع سنين دلوقتي مع المقاولين عامل نتائج هايله بغض النظر عن السنه دي ده طبيعي لما تبقى انت واصل لليفل هو سنتين او ثلاث سنين مسك معاهم ثلاث سنين لا وكمان كابتن عماد راح والفرقه كانت ماشيه وحش الدنيا اتعدلت السنه اللي فاتت السنه دي الدنيا مش قوي جدا بعد كده الموسم الثاني خد رابع دوري والسنه دي كان برده بنفس الهبوط بس لحق نفسه في الاخر يعني بس ده طبيعي يا كابتن اسلام الفرقه اللي مش جماهيريه طبيعي لما توصل لاعلى وبعدين ساب لعيبه كتير طبعا وطبيعي لما توصل لاعلى حاجه السنه اللي بعديها ممكن اللعيبه يبقى عندها ما عندهاش النشوه بتاعه اللي انا نافس عشان انت ما وراكش مفيش جمهور ايوه مفيش جمهور هيحاسبك يعني مفيش ناس هتحاسبك فهو هو ايه وصلت لاعلى حاجه بالنسبه لي فده طبيعي فانا برده شايف ان نادي المقاولين القرار اللي هو كابتن عماد يستمر ده قرار يعني حلو جدا 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 ليك ايام انت سافرت اليابان مع الفريق والفتره دي كانت فتره من الايام الحلوه كنت دايما بتشوف بركات بتشوف الجمعه بتشوف شادي بتشوف احمد السيد بتشوف شوقي بتشوف بتريكا كل الناس ابو تريكا طبعًا انا بتكلم على الجزء اللي ورا وبعد كده كنت هخش على قدام ابو تريكا فلافيو شوقي جيلبرتو بقيه اللاعبين وجيلبرتو طبعا وكل الناس اللي موجوده طبعا كل الناس اللي كانت موجوده تفتكر ايه بقى من المواقف اللي حصلت لك في الوقت لا مواقف كتير قوي كابتن يعني يعني على فكره كابتن انتوا زمان كنتوا بتحبوا بعض قوي يعني انتوا من الناس اللي انتوا كنتوا بتحبوا بعض قوي وكنتوا كلكم قلبكم على قلب بعض يعني مين نجم ما كانش موجوده في النادي الاهلي والله انتوا النجم بالنسبه لكم كان هو النادي الاهلي يعني انا كنت فاكر اللي مثلا بتبقوا كسبانين 2 3 كنتوا كلكم واقفين جنب بعض اما بنبقى بنتعادل ولا حاجه كلكم بتبقوا زعلانين عشان جمهور بتبقى يا كابتن
كابتن التمرين بيبقى الساعه 9، انا كنت بلاقيكم الساعه 6 كلكم موجودين، وبعد التمرين ما بتروحوش، بتقعدوا برده مع بعض. بتريكه صراحه كل الناس دي، عشان كده النجاح جه من كده. الناس مش عارفه الحاجات اللي بره ال 90 دقيقه يعني. بره 90 دقيقه كان في نجاح، وكان في حب ذات بطريقه غير طبيعيه، وكل الناس كانت بتصاب بعض. انا دايما كنت اشوفك، بركات كان بيلعب باك رايت برده ساعات في ماتشات، كنت انت لما يجي يلعب باك رايت وانت ما بتلعبش، انت اول واحد بتروح تشجعه. دي علاقه مختلفه، اول واحد بتروح تشجعه. ولما يبقى مثلا انت بره الماتش مصاب ولا حاجه، هو بيلعب مكانك، كنت انت ثاني يوم بتروح تشجعه. لما انا لعبت فيه ماتشات لعبت والله العظيم يعني، كان الله يرحمه كان يجي يشجعني، جيلبرتو نفسه كان يجي يقول لي جود يعني. لا كان في حاله حلوه كده بين اللعيبه بصراحه يعني. الفتره دي برده فتره بطولات كتيره جدا أوي. الفتره دي برده اللي احنا فيها حاليا هي فتره بطولات للنادي الاهلي. خساره الدوري للنادي الاهلي مع الفوز بخمس بطولات وثالث العالم كابتن، ايه ده؟ برضو مشكله الناس هنا في مصر هم مش عارفين النادي الاهلي عمل انجاز. النادي الاهلي عمل سنه استثنائيه برضو، يعني سنه استثنائيه طبعا، تبقى ست بطولات تاخد خمسه ما بتحصلش في العالم، وبطولات تقيله، ما تالت عالم برضو حاجه تقيله جدا، بتاخد اثنين افريقيا في سبع شهور ثمان شهور، حاجه تقيله جدا. لما تاخد كاس دوري وكاس سوبر واثنين افريقي وسوبر افريقي، ادي خمسه، وكاس العالم للانديه دي سته. يعني انت بتتكلم برضو في بطولات تقيله قوي يا جماعه. لما تخسر بطوله ده طبيعي طبيعي، بس هي المشكله اللي هي بطوله الدوري اللي النادي الاهلي متعود عليها. فده طبيعي. النادي الاهلي برضو لعب ماتشات كتير قوي، لعب حوالي حاجه و50 ماتش في سنه. مفيش نادي في العالم مفيش نادي في العالم في السنه بيلعب الرقم ده. فده طبيعي يا كابتن. المشكله بقى اللي احنا نبني على كده بقى السنه الجايه. ان شاء الله نبني على كده، والصفقات الجديده اللي جايه كلها صفقات على اعلى مستوى. السنة الجاية إن شاء الله ناخد كل حاجة بإذن واحد أحد، يعني أنا واثق إن شاء الله السنة الجاية النادي الأهلي هياخد كل حاجة يا رب إن شاء الله. مؤخرا منتخبنا الوطني والمباراتين اللي لعبهم مع أنجولا والجابون، وكسب أنجولا، تعادلنا مع الجابون، مشي كابتن حسام. على الجانب الآخر ليبيا كسبت الجابون في المباراة الأولى في ليبيا، وكسبت أنجولا النهاردة في أنجولا في المباراة الثانية. أول دوري شايف المنتخب نعم بقت اول مجموعه بقت اول مجموعه فالمباراتين القادمتين هم اصعب مباراتين، اللي هم يوم 9 ويوم 12 في ليبيا وفي مصر يعني. ف شايف ازاي اداء المنتخب الفتره اللي فاتت، قرار اقاله الكابتن حسام البدري من وجهه نظرك؟ كابتن حسام البدري مدرب كبير جدا يعني. كابتن حسام البدري يعني ما حدش يقدر يقول حاجه خالص، هو راجل بس هو ما كانش موفق شويه. هو مدرب كبير طبعا، واخد بطولات مع النادي الاهلي، واتحط في الحاجات دي قبل كده. بس هو في المنتخب الماتشين اللي فاتوا او الماتشات اللي يعني مثلا كابتن، هو لعب حوالي 8 ماتشات او 9 ماتشات تقريبا، 8 رسمي واحد ودي. التسع ماتشات ما خسرش ولا ماتش، ما خسرش بالورا وبالقلم. هو عمل نتائج هايله، بس الناس وهي بتتفرج على المنتخب مش حاسين بحاجه حلوه، مش حاسين يعني بمتعه هم بيتفرجوا، مش حاسين باللعيبه اللي هي موجوده في الانديه بتاعتها، اللي هي بتتالق في الانديه بتاعتها، بتروح المنتخب بنفس الكواليتي، بنفس المتعه، بنفس الاحساس يعني. انا شايف ان هو ممكن يكون عشان تجمعات يعني مش كتيره مع بعض. كابتن حسام مش عارف برضو عايز ياخد وقت معين ساعتها. ايه الانسب للي جاي يا عمرو؟ انا شايف وجهه نظري انا الشخصيه مدرب مصري. مصر طبعا، عشان هو المدرب المصري يعرف التفاصيل الصغيره بتاع اللعبه. بعدين يوم 9 ويوم 12 ده خلاص، ده المدرب المصري كابتن، اصل مدرب اجنبي هيجي هو مش عارف لسه، مش عارف ده مين وده مين، الناس هتقول له مع بال اكتشف ده كويس او وحش، هنكون مشوار بعيد قوي طال. اما المدرب المصري هو جوه المطبخ عارف فلان ده بيلعب، فلان ما بيلعبش، ده جامد، ده تقيل في الماتشات التقيله، ده موجود في الماتشات اللي مش تقيله، ده مش موجود. فهو عارف لعيبه الاهلي، لعيبه الزمالك، فهو حاضر جوه المطبخ. فلازم مدرب مصري ورجله في الملعب كمان. طبعا يعني رجله في الملعب، لازم يكون مدرب ورجله في الملعب يعني. الناس هل انت مع استمرار بركات ان هو يكون مدير المنتخب؟ يعني لسه 50 50 لغايه دلوقتي يعني، ما حدش عارف. لكن بركات اعتقد ان دوره الاداري كان واضح جدا الحقيقه. يعني انا شايف الكابتن بركات بالعكس ده عمل حاجات هايله يعني، ما فيش حاجه حصلت طول ما هو ماسك في سنتين حاجه مثلا خارجه عن نطاق، بالعكس كل حاجه منظمه وكل حاجه هايله. انا شايف الكابتن بركات بصراحه هو فاجئني انا شخصيا يعني دايما طول الوقت هو كان دمه خفيف وبيهرج. لا لا لا، شخصيه ثانيه خالص، شخصيه ثانيه خالص اداريا بصراحه، ناجح وبيروح قبل الماتشات بره، بيشوف اللي ليك واللي عليك. وهنا في انا قابلته شخصيا مرتين ثلاثه بصراحه، لا كان معاه ورق وبيذاكر. لا انا شايف الكابتن بركات بصراحه قايم على دور على المستوى الاداري على اعلى مستوى. يعني انت مع المدرب المصري؟ مع المدرب المصري، مع المدرب المصري خلال عشان هو عارف التفاصيل الصغيره بتاعت الدوري المصري.
مصر حاليا عشان ما فيش وقت. اصل خلاص ده بيني وبينك دلوقتي خلاص انت ماتشين ليبيا دول هم اللي هو اللي هيوصلك لما توصلش. فلازم مدرب ورجله موجوده يا كابتن اسلام يعني يعني انت مش مع فنجاده مثلا ان هو مستر فنجاده مررني في المنتخب الاولمبي مدرب هايل وفكره عالي كمان يعني فكره كويس جدا بس هو ما بيقولش كتير. طبعا طبعا فكره كويس جدا مررني في المنتخب الاولمبي راجل محترم وراجل جامد جدا بس هو بقاله قد ايه في مصر؟ طب هو يعرف لعيبه الاهلي والزمالك؟ اربع ثلاث اربع يعرف كل لعيبه يعرف الدوري كله يعرف اللعيبه اللي هي بتلعب في الانديه كلها يعرف البوزيشنات ما فيش فلازم واحد يكون مصري وجوه المطبخ شغال في الدوري المصري شغال عشان ولا الجهاز اللي معاه مثلا لو فنجان ده هو اللي يساعد ولا برضه ولا طبعا ما انا مدير فني انا اللي باخد القرار انا اللي باخد القرار انا اللي بشوف انا صاحب القرار صح. فلازم يكون جوه المطبخ واخد قرار معاه طبعا مساعدينه بس انا رقم واحد انا اللي اقول ده يبقى موجود ده مش موجود كده يعني. اخيرا يا عمرو عايزك تبص للكاميرا وتوجه رساله لجمهور الاهلي الحقيقه انا من الحلقات الممتعه بالنسبه لي لانها حلقه بتعرفك الفرق ما بين ابناء النادي الاهلي الحقيقيين واي حد تاني انا برضو هنا ما بتكلمش على حد عشان ما حدش ياخد كلامي يوديه حته طبعاً تانية انا بتكلم بشكل عام زي ما حضراتكم شفتوا عمرو الحلواني بيتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى يعني كل حاجه حلوه الحقيقه الكلام اللي بيقوله ده عمرو انا متاكد ان هو طالع من قلبه لانه ما بيمثلش بيتكلم بمنتهى الوضوح والراجل الحقيقه قال كلام كتير جدا جدا عن النادي الاهلي فانا بالنسبه لي الحلقه دي من احلى الحلقات اللي الواحد عملها لان بوجود عمرو الحقيقه اللي اتمنى له يعني يا رب هو قال لي على حاجتين ثلاثه كده لكن مش هقدر اتكلم فيهم لكن اتمنى لك يا عمرو كل التوفيق ويا رب دايما تبقى متالق ويا رب دايما نشوفك في احسن حال وان شاء الله السنه الجايه تبقى يعني هداف الدوري ان شاء الله ان شاء الله فانا عايزك تبص للكاميرا اولا انا مبسوط جدا بالحلقه دي يا كابتن اسلام شرف ليا قوي انا مع حضرتك والله يا كابتن وشرف ليا ان انا موجود جوه قناه النادي الاهلي كحاجه كبيره جدا انا بقول لجمهور النادي الاهلي يعني افتخر اللي انت بتشجع النادي الاهلي افتخر اللي انت بتحب النادي الاهلي جدا افتخر بالبطولات افتخر بكل حاجه موجوده في النادي الاهلي افتخر بتيشيرت النادي الاهلي افتخر بالتيشيرت الاحمر ده دايما تقول النادي الاهلي هتبقى فخور اللي انت بتشجع النادي الاهلي وفخور ببطولاته ولسه في مزيد من البطولات واقف جنب لعيبتك اقف جنب لعبتك الجديده والقديمه عشان السنين الجايه ان شاء الله هتبقى بتاعت النادي الاهلي باذن الله تعالى. انا بشكرك جدا يا عمرو واتمنى لك التوفيق في اي مكان تختاره لان انا عارف ان انت هتعمل موسم رائع كالعاده. ربنا يخليك يا كابتن اسلام وشرفنا مع حضرتك النهارده ربنا يخليك يا رب. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عمرو الحلواني بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله بكره حلقه مهمه ايضا في البيت الكبير احنا بكره زي ما حضراتكم عارفين الساعه 10 شوف حضراتكم على خير وتصبحوا على الف الف خير.